عليكم. كان وانت
وكان نفسي وهحاول اعمل ده، بس طبعا مش زي ما كنت عايز يعني. ان انا كنت هشرح لكم انت ما لوش بطنك كمان بالمره، كانت فرصه حلوه قوي كبيره قوي انت عارف من بدري. هحاول اخرج من مكاني. هو شرحت تقريبا اغلب الاعضاء اللي في الدنيا اصلا في وسط الموضوع. انا مش عايز اقولها تعريفات وكلام زي الامتحان كده، فعايز اعرفكم تشوفوا المره بقى يعني. انتوا عايزين تسلكوا دكاتره بقى، مش تفضلوا في مرحله سوبر وانفيرو كتير يعني. المهم نسمي بص اي حاجه عندها التهاب اسمه ايفس. ركز بقى في الكلام ده كويس. عايز اقول اي عضو في جسم حضرتك ملتهب بنقول مقطع ايفس ما عدا. طبعا عين ايفس مانترايتس وايفس ريجلايتس اي حاجه احكي في ما عدا. ما عدا دول بيعشقوه في الامتحان. ما عدا الالتهاب اللي شايل بلوري واي ثينك احنا خدناها في المنهج كان اسمه بلوريزم. التهاب البلورا كان اسمه بلوريزم. ماده ما بدون ذكر اسماء يعني عشان ما اجرحش مشاعر. التهاب الرئتين دي الرئتين اسمها ايه اصلا؟ لان ما اسمهاش لانجايتس بقى، اسمها النومونيا. نومونيا. حاول تاني بالراحه خالص. يعني مثلا عايز اقول التهاب في القلب يبقى اسمه ايه؟ كاردايتس وهكذا بقى. عايز اقول التهاب في الفارنس فارنجايتس، لكن عايز اقول التهاب في الغشاء البلوري اسمه بلوريزي. الحاجات دي لازم تحفظها معايا دلوقتي اهو. التهاب الرئتين اسمها نومونيا. التهاب الرئتين اسمه نومونيا. انفلاميشن اوف ذا لانج از كولد نومونيا. الناس اللي فاكره التهاب ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا ما ينفعش على حسب كانت مصيبه. لا هي النية كانت خير. احنا كنا بنقولها في القصه ازاي؟ احنا ناس ولاد بيجوا قوي قاعدين في السنتر، كنا داخل علينا ناس بلطجيه، انا ما اعرفش اتعامل مع الناس دي خالص. فنادينا السكرتاري عشان يعرفوا يتصرفوا مع الناس دي. السكيورتي جم لموا الموضوع. ده الالتهاب في الجسم. فورين بادي جسم غريب دخل جوه نسيج جوه جسم حضرتك. النسيج ما عندوش اللي يعرف يتصرف، اللي يعرف يتصرف كرات الدم فبيبعت يجيب كرات دم البيضاء تلم الموضوع. فلو فهمت انا قلت ان هي خير. معنى التهاب ان انا بحاول الم الفورين بادي واسيطر على الموضوع. امال ليه دايما بيدرسوا الالتهاب في علم الامراض؟ عشان وقت ما بيحصل الخناقه دي، وقت ما السكيورتي او كرات الدم البيضاء بتحاول تسيطر على الفورين بادي في لوس اوف فانكشن. ما تقنعش ان انا هعرف اشرح هم بيتخانقوا سوا. ومش بالضروره ان انا اقدر على الفورين بادي. ممكن الموضوع يزود عن كده شويه، ممكن يحصل خسائر في الارواح. ممكن خلايا من المناعه تموت، فعشان كده دايما الالتهاب بيحكم طبعا على الامراض، لكن النيه كانت نيه فيه. ومعنى كده لما اقول لك ما اسباب التهاب الرئتين؟ طب ما اسباب التهاب الكبد؟ انتوا خسرتوا؟ فورم بادي يا اخوان انتوا سرحتوا فين؟ فورم انت سرحت انت صدقت بضعف معلوماتك العميقه؟ فورم بادي. سبب التهاب في المسانة فورم بادي، سبب التهاب في اي حته في جسمك فورم بادي. الفكره مين هو الفورم بادي؟ عشان احنا متعودين سبب لما اجي اعالج اي مرض في الدنيا لازم اعالج العرض واعالج. فابقى عارف مثلا ان الكبد اشهر فورم بادي فيروس. الرئتين اشهر فورم بادي البكتيريا الفلانيه وهكذا بقى. المهم بايتس معناها انفلاميشن. الامتحان هيبقى كده، هيقول لك انفلاميشن اوف ذا كذا از كولد وجايب لك اختيارات. موضوع في مستوى الطلب والمعاصر. طبعا هل مطلوب مني بقى زي الكتاب عشان تعرف بس الكتاب 80 صفحه عليه على الفاضي يعني. كاتب لك كل عضو في الجسم جنبه ايضا. ما خلاص ما خلصنا. احنا هنحفظ بس الحاجات اللي الكلمه بتاعتها الروح بتاعتها مش طبيعي. زي مثلا قلت لك من شويه والتهاب القلب ما اسمهوش مثلا هارتايتس اسمه ايه؟ ده اللي هتحفظه. لكن مثلا التهاب الفارس فارنجايتس اللابس فارنجايتس البنكرياس بنكرياتايتس ما خلاص الكلام ده هتحفظه بقى. انا هحفظ ايتس معناها ايه؟ انفلاميشن. الانفلاميشن بتاعني لا فهو ما عندك كلمه ضيع على طول فالانفلاميشن بتاعني ايتس ما عدا. التهاب البلورا اسمه بلوريز. التهاب الرئتين يسمى التهاب الاوفري والتستس. لمن لا يعرف ما فاكرش امبريولوجي الاوفر اللي هو الميبيض اي حاجه لها علاقه بالميبيض اسمها اوفور فاسمه اوفورايتس اسمه اوفورايتس والكلمه مش غريبه اصلا فاكر تصنيع الجوازات كان اسمها ايه؟ اوشيميز نفس المعنى فالتهاب الاوفر از كولد اوفورايتس التهاب التستس اسمه اوركايتس هتنسوه كان عادي ما تنسوه اسمه اوركايتس اوركيد يعني تستس مش هتقابلها تاني اصلا في حياتك كلها. اوركيد يعني استسيس طبعا معناه ايه؟ بالخصيم. طبعا اللي مطلوب منك تحفظه ايه؟ الروس الغريبه، فانت حافظ الروس الغريبه خلاص الدنيا سهله. اتفقنا؟ يبقى ايتس معناها انفلاميشن. اوما معناها تيومر. اسمع الفاظ كويس لو سمحت الموضوع مش عايز فاكس. اوما تعني تيومر. تيومر بالعربي يعني ايه؟ ورم. بص يا دكتور يعني ورم. في كلمتين بالعربي معناهم ورم في حياتك عشان تبقى عارف انت بتتصرف ازاي.
في ورم اسمه إديما اللي هو بالعربي ميه. عارف انت ايام الفسيولوجي، انت دكتور فسيولوجي اعتقد او عندك فكره عنه، لما شويه سائل يطلع من الانترا فاسكولار من الدم او من الانترا سيولار ويطلع انترستيشيال، فايديك تورم، رجليك تورم، بطنك تورم، ده ميه، ده اسمه إديما. ده التورم البسيط اللطيف في الدم الخفيف. لكن ربنا يعافيك لما عضو الخلايا بتاعته تتكسر بشكل رهيب جدا لدرجه انها تعمل كتله، ده اسمه تيومر. والتيومر حاجه من الاثنين والكلمتين عليه، يا اما تيومر بناين، بناين بالعربي يعني حميه، يا اما ربنا يعافيكم مالجننت. كتابك على قد الترمينولوجي معرف بناين مالجننت ايه؟ كانسرس ونان كانسرس. شفت التعبير؟ مش اي ورم اسمه كانسر يا اخوانا، الكانسر هو المالجننت تيومر، الورم الخفيف. حاول تاني بالراحه. يبقى اي تستعني؟ لا بص عشان تبقى عارفين هنعمل ايه؟ انا هعدي على مهلك هحفظك بالعربي الحاجات المشهوره قوي عشان نخفف الدنيا خالص. فخليك منجز كده عشان الدنيا تبقى بقيت تستعني انفلاميشن وما تعني بناين يعني نون كانسرس، ما هوش كانسر. مالجنت معناها انا اسف يعني مش قادر برضو اعدي كلام كده على بالي. هو ليه سموه ورم خبيث؟ ربنا يعافيك يا رب. الورم كل ما بيزداد الخبث بتاعه او الجريد بتاعه، زي ما بيقول يعني لك ايه الورم ده جريد 2 وجريد 3 وجريد 4، حاجات هنسمعها ان شاء الله الترم الثاني. ليه الخلايا بتاعت الورم بقت شبه خلايا العضو الطبيعيه؟ دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ كارثة. دي كارثة مش حاجة وحشة، دي كارثة. أنا أصلاً لو الموضوع حميد كتلة باينة قوي إنها ورم هشيلها. إكسجن، إكسجن يعني هشيلها. عارف أقطعها وأشيلها والموضوع انتهى، هستأصلها زي ما بيقولوا بالعربي. لكن لما يكون خلايا العضو بتاعك الكانسر شبه خلايا العضو الطبيعي بالظبط، فأنا بالنسبة لي الموضوع مش عارف أعمل حاجة. فأضطر أرجع لحاجة اسمها العلاج الكيماوي أو زي ما عندكم في المنهج العلاج الإشعاعي. طبعاً ده على حسب إيه؟ على حسب استجابة الورم نفسه. لو ورم نفسها بتتصنف أصلاً، ده كلام بقى أبعد من المنهج شوية. تتصنف على حسب استجابتها، ينفع تستجيب لده ولا لده ولا لده. وحاجه كمان عايز كتب وعارفينها كويس قوي، الله يبارك لك، انت مصنف دكتور حاليا، دي مشكله، مشكله كبيره قوي. يعني لما حضرتك حد يسالك وهترد ردك بالنسبه له رد دكتور، فتخلي بالك ان مش كل الاورام الخبيثه وحشه. في اماكن في جسم الاورام الخبيثه فيها اصلا لا تذكر. مش كل الاورام، مش كل الاعضاء فيها نوع واحد من الاورام الخبيثه. ده عندك مثلا البريست كانسر، سمعت حاجه عن البريست كانسر؟ ورم الثدي ده 500 نوع، فيهم انواع زباله وفيهم انواع اصلا ما بتشوفش بالها، كانها اصلا برضه حيوان. فاهم قصدي؟ فما تشخصش انك مجرد ما تقول لي كانسر عندك سرطان يا حاج، جاي لك سرطان في دماغك يا باشا. الله يكرمك، انت متخيل الكلمه عامله ازاي؟ او تروح تترجم جوجل بقى عندك كانسر يا حاج. بايتس معناها انفلاميشن، اوما معناها العمليات الجراحيه. استومي او اومي يعني افتح فتحه. يعني اعمل انسجن. مش عارف هبقى لا بلاش، مش هقول على المناهج القديمه، خلينا على المناهج الجديده وخلاص. اسم وقومي يعني افتح فتحه. يعني عارف انا لما بنبقى في عمليه جراحيه مثلا، تلاقي الدكتور ماسك مشرط فاتح فتحه صغيره، دي اسمها انسجن. انسجن يعني فتحه صغيره. بتتقال في العمليات استومي او اومي، يعني هفتح فتحه مثلا في القلب يبقى اسمها فالديتومي، في صمام في القلب فالفيتومي، فانا بفتح فيه فتحه. طب وانا ممكن اعمل حاجه زي كده ليه برضه؟ عشان ما ابقاش لما اقعد عمال احفظ يا لهبل. لو عندكم حبل غسيل ومرخرخ كده خالص عشان تشد بتعمل ايه؟ بتقوم مقصره شويه، بتقوم شد مقصره شويه. فانا لو عندي صمام، الصمام ده بالبلد ده برو بيعمل ارتجاع، ما بيقفلش كويس، بقوم قاطعين حته منه عشان يشد شويه. المهم يعني بقيستومي او قومي افتح فتحه. اكتومي استئصال. اكتومي يعني ريموفال. اكتومي تعني ريموفال. لما اقول لك اي عضو اخو اكتومي معناها ريموفال للعضو ده، دي اسئله الامتحان بالمناسبه يعني. بقيستومي او قومي معناها افتح فتحه. اكتومي استئصال رافي. كاتبينها في كتابك يعني صوت شرقي. احنا شعر مسطح، يمكن حد فيكم راح لترزي قبل كده يقول لك هعمل لك رفه، ما اعرفش حد جرب حاجه زي دي ولا لا يعني. يعني هاخده غرزتين، دي اسمها رافي. هتقول لك تعمل له غرزتين، اعمل له صوت شرقي، صوت شرقي يعني غرزه بالنسبه. اعمل له صوت شرقي او غرزه اسمها رافي. بقيستومي او قومي بالعربي لو افتح فتحه اعمل انسجن. اكتومي ايتس انفلاميشن. اوما يعني اوما. رافي يعني سوتش. بيك سي يعني فيكسيشن. بيحبوا الحاجات دي في الامتحان. بيك سي يعني فيكسيشن. من اشهر الحاجات ربنا يعافيكم، في مرض كده في وسط الامراض احنا بنقول اسمه هيتس هيرني. معرفه الاسامي يعني. سمعت قبل كده الحاجز؟ اسمه ايه؟ في خرم خلى المعده تطلع منه. ده نوع من الفتاة كده اسمه هيتس هيرني. في لحظه زي دي احنا المفروض نتصرف ازاي؟ بنعدي المعده اللي خلى تاني تحت الحاجز.
حاجات الحاجز ونثبتها مكانها. طبعا كمان شويه اقول لك اي حاجه لها علاقه بالمعده اسمها جاسترو. اي حاجه لها علاقه بالمعده تسمى فبيسموها العمليه دي جاسترو بيكسي. يبقى بيكسي معناها فيكسيشن. انا هقول تاني انا ما وريش حاجه بقى. ايتس انفلاميشن اوما تيومر رافي سوتشا استمي او اومي يعني انسجن افتح فتح اكتم يعني اصاب سيل يعني سويلي. من اسئله الامتحان اللطيفه سيل يعني سويلي. ايوه يعني سويلي يعني متنفخ يعني في اديمه. شفتوا الكلام؟ يعني لما عضو في جسمك يجمع ميه هيحطوا اسم العضو في اخر لفظ اسمه ايه؟ سيل. سيل يعني سويلنج، وسويلنج يعني تورم، تورم ميه. اسمها ايه يا شبابنا؟ سيل. بيكسي معناها فيكسيشن. ان بيكسي معناها فيكسيشن. لا بيكسي يعني نظف. زي غسيل المعده كده، اسمها لا بيكسي، مش عارف اكد لك عليها قوي عشان مش بتفهم. يبقى بيكسي معناها فيكسيشن. سيل معناها سويلنج. سينتيسز يعني اسبيريشن. علمني هو يعني ايه اسبيريشن يا دكتور؟ يعني واحد عنده تورم في كرشه والتورم ده ربنا يعافيك مش راضي ينزل باي ادويه بديله مدرات للبول مش جايبه نتيجه. عمال اعمل اللي مش جايبه نتيجه. في حاله زي ده بيعملوا حاجه بالعربي اسمها البذل. عارف الالفاظ دي عشان ده اللي هتعامل بيها مع المريض. يقول لك انا هعمل بذل على المعده، هعمل بذل على الكبد، هعمل بذل على الرئتين. البذل ده يعني ايه؟ يعني في سائل متجمع في العضو ده وانت سحبته بابره. ده بياخد لفظ سينتيسيس او بياخد لفظ اسمه اسبيريشن بالانجليزي بقى. يعني هو اسمه ما بتنقلوش سينتيسيس، اسمه سينتيسيس. يعني مثلا في عمليه مشهوره قوي، واحد عنده ميه على الرئتين. واحد عنده ميه على الرئتين يقول لك هيعمل عمليه بلورو سينتيسيس. حد فهم حاجه؟ انا هسحب السائل اللي موجود هنا. ما كده في الامتحان يقول لك اسبيريشن اوف ذا فلويد. اسبيريشن يعني يسحب الفلويد. اسمها ايه؟ سينتيسيس. انا هقول تاني. بيكسي معناها شوف يلا هيكبر معاك انا بسهل لك صعب كده. بيكسي فيكسيشن. سينتيسيس اسبيريشن. يشرب. سيل يعني سويلنج. ايدس انفلاميشن. اكتومي ريموفال يعني استئصال. استومي او اومي افتح فتح. رافي يعني صوت شرف الغرزتين. حلو قوي. الالفاظ السهله بقى اللي جمعها خفيف. كتير وقليل هايبر وهايبر. كتير وقليل اسمها هايبر وهايبر. طبعا اشهر حاجه في التقليد ده الضغط. ضغطه عالي اسمها هايبر تنشن. ضغطه اسمها هايبو تنشن. كتير وقليل بلاش صوت. كتير وقليل في السوائل يعني هتشوفوها دايما في الجهاز البولي كمان شويه. بولي واوليجو مهمين قوي في الامتحان يا جماعه والله. بولي واوليجو. بولي يعني كتير واوليجو يعني قليل. هيقول لك ده بيعمل حمام كتير قوي. بولي يوريا. اللفظ اصلا واضح اصلا من قبل ما نشرح. اسمه بولي يوريا. انما الحمام بتاعه قليل اسمها اوليجو يوريا. طبعا هنقول ارقام عشان الارقام بتيجي في الامتحان بس مش وقت. اقول لك انت ممكن تعمل بي بي قد ايه عشان تعرف الصح يبقى قد ايه. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. يبقى كتير قليل اسمها هايبر وهايبر. كتير وقليل في السوائل اسمها بولي وقليل. سريع وبطيء. تاكي وبريد. تاكي يعني سريع وبريد يعني بطيء. تاكي يعني سريع وبريد يعني بطيء. كمان شويتين كده في الفسيولوجي الكلام ده هيبقى مهم قوي. يقول لك يا ابني ما تاثير الاعصاب على القلب؟ يا تاكي كارديا يا بريدي كارديا. يعني سرعه ضربات القلب او بطء ضربات القلب. طبعا تتقال على اي حاجه. تاكي يعني سريع بريدي. بس خلي بالك الحاجات اللي انا برصها لك دي عابره من المنهج كله، يعني مكتوبه في كل شابتر، كل شابتر مكتوب على كل عضو، فانا مش مفروض اعرف احفظها كل عضو، انا احفظ الاعضاء الغريبه واحفظ الالفاظ الغريبه، وبركز في الامتحان. موضوع عبيط خالص. يبقى كتير وقليل اسمهم سريع وبطيء. كتير وقليل في السؤال اسمها حلو قوي زي الفل. بعد كده فوق وتحت دي كتير قوي اعتقد كلها سهله علينا خالص. دي حاجه اسمها سب او انفرا ومعناهم تحت. عكسهم صبرا او ايبي. او ايبي ايبي ايبي. فاكره الناس دي طبقه اسمه ايه؟ ايبي سيلد. الطبقه اللي فوق خالص الجلد. ايبي نيرفس. ايبي يعني قفص. طبعا دي حاجات برضه عادي بقولها بالمره. يبقى صبرا او ايبي معناهم فوق تحت سب او انفرا. اسمهم سب او انفرا. طبعا في حاجه اسمها ترانس يعني من خلال ثرو.
يعني هيقول لك انا هعمل له منظار، المنظار ده هعديه مثلا من الفارس، ده اسمها ترانس فارينجيال يعني ثرو من خلال. طب ما نمسح كده ونمشي للعرض ونجرب كل اللي احنا قلناه. اوبا طبعا اهم حاجه في كل شابتر يا جماعه الامراض اللي فيه، لو ان هو بيدرس لك الكلام ده عشان كده الكلام العام زي ما هو فهمك بالراحه خالص اهو، هو هيجيب لك كل سيستم في الجسم اللي هيوريك حالا في حاجات بنفس اسمها مش وجع دماغ. يعني التركيا اسمها تركيا صح؟ لو في التهاب في التركيا اسمه ايه؟ تركيا مش المفروض بقى انا كل مره اقعد اكتبه لك خلاص، ما هو ايكس يعني انفلاميشن تركيا باسمها مش هجيب سيرتها اصلا. يعني هعدي لك على الاجزاء بتاع كل سيستم مش هجيب لك سيرته يبقى بيتكتب زي ما هو عشان ما توجعش دماغك وتحفظ اللي مش بيتكتب زي ما هو. تعال نجرب. تعمل كده الاول بحاجات لطيفه الباثولوجي الاول. عشان ده حاجات دمها خفيف قوي. بافو يعني ديزيز. كلمة بافو معناها ديزيز، باثولوجي هو علم دراسة الأمراض. هو يعني إيه ديزيز يا دكتور؟ التعريف اللي بحبه أكتر من الكتاب بكتير قوي دمه خفيف. هو مش المشكلة اللي بتحصل لك، المشكلة اللي أكبر من قدرة الجسم على الحل. أنا بحب أقول كده الجسم وربنا عز وجل علمنا ما نعترفش من أول ألم. المفروض لما يحصل لك مشكلة تحاول تعافر الأول وتجيب اخرك لما المشكله تتخطى قدراتك او عليها تزيد. ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان دايما في التحاليل في الاشعاعات في الامراض هتلاقي دايما في فرق ما بين الرقم النورمال وبين الرقم اللي اقول عليه تزيد. يعني الضغط النورمال كام؟ 120 80. طب ال 130 90 اسمه هايبر تنشن بس مش ضغط عالي، مرض ضغط عالي ما حصلش، الجسم لسه بيحاول. هينزل بي بي، هيهدي ضربات القلب، هيحاول يوسع الاوعيه الدمويه، هيتصرف. لما الموضوع بقى يتخطى 140 على 100 وعلى 90 وعلى الكلام ده لا ابتدي اقول في اللحظه دي مرض. السكر النورمال مثلا الفاطر اللي هو ساعتين بعد الاكل 120، عارف عشان اقول انك مريض سكر لازم تتخطى ال 200. طب من 120 ل 200 ده بيمثل ايه؟ محاوله الجسم ان هو يحل. عشان كده دايما بحب اعرف ديزيز هو المشكله اللي بتتخطى الكومبنساتوري ميكانيزمز. يعني ايه كومبنساتوري ميكانيزمز؟ الميكانيزمات التعويضيه اللي الجسم بيحاول يتصرف. عشان الترم الثاني ما حاجه اشرح لك ادويه هقول لك ان الادويه دي بتعمل زي ما ربنا عز وجل كان بيعمل بالظبط بس بشكل انا متحكم فيه شويه. المهم باباثو معناها ديزيز. بص بقى معايا مطلوب منك تعرف الباثولوجي ايه؟ اسمع الالفاظ دي. الايتيولوجي. ايتيولوجي يعني الكوز. كلمه ايتيولوجي معناها كوز، الالفاظ دي مهمه قوي. ايتيولوجي يعني السبب. ما بيقولش بقى كوز اوف ذا ديزيز، بيقول ايتيولوجي اوف ذا ديزيز. ايتيولوجي معناها الكوز. قد يكون السبب يا دكتور، قد يكون السبب هيريديتري. الفاظ اغلبها قديم ان شاء الله يعني. هيريديتري، حد يعرف ايه هيريديتري؟ وراثي. حتى كاتب نفس المثال اللي كان في الامبريولوجي، ليفت ليج مثلا، موجود عنده شفاه اجنبيه لو فاكرين اللفظ ده يعني في الامبريولوجي. اللي يقول عليها تشوهات يعني. قد يكون هيريديتري. قد يكون ميتابوليك. مشكله في الميتابوليزم زي السكر. مشكله في الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات يعني. اسمها ميتابوليك. قد يكون الموضوع كيميكال، قد يكون الموضوع فيزيكال، قد يكون الموضوع ايديوباثيك. ودي اللي انا عايزها. احنا قلنا ايديولوجي يعني ايه؟ الكوز. ايديوباثيك يعني اعرف له السبب. اضمن كوز دي اصعب امراض في الدنيا لان انا مش عارف سبب عشان اعالجه اصلا. فيقول لك المرض ده ايديوباثيك. ايديوباثيك يعني ايه تاني؟ اضمن كوز. ايديولوجي معناها السبب. ايديوباثيك معناها مش عارف السبب، يقول لك المرض ده جه ايديوباثيك مش عارف سببه ايه الله اعلم، طبعا ممكن يكتشفه قدام بس حاليا هو ايديوباثيك. طيب مطلوب مني اعرف ايه كمان؟ الدايجنوزس. من اهم من الدايجنوزس في الباثولوجي البروجنوزس. دايجنوزس بالعربي يعني ايه لو حد يعرف؟ تشخيص. كلمه دايجنوزس معناها تشخيص. طب وانا اشخص ازاي يا دكتور العربي؟ لو عايز اشخص اريد اشخصه ازاي؟ بعيد عن المنهج قاعدين دردش والله. اول حاجه لو انا دكتور شاطر كلينيكال. كلينيكال يعني الكشف، ان انا شفت الاعراض اللي عنده بدات اكشف عليه فبدات اعرف الدنيا ايه. طب الكشف ما حسمليش الموضوع، ابتدي الجا للراديولوجي اللي هي الاشعاعات والتحاليل بالبلدي. فيقول لحضرتك الدايجنوزس قائم في البدايه على الكشف، ان حضرتك هتشوف لفظين بيموتوا فيهم في الامتحان سولومون. هتشوف في المريض السيمتوم والساينس. هتعرف الفرق؟
symptoms and signs. الأعراض طبعا symptoms يعني أعراض والله. واحدة للباش واحدة للبتاع. طب اسمعي symptoms اللي الأوبجيكتيف بيقوله اللي what the patient says الشكوى بتاع المريض اسمها symptom. ساين اللي الدكتور بيشوفه. أقول بالراحة تاني كده. طبعا في ألفاظ كتير قوي من الأعراض على فكرة غير دول كمان. symptoms اللي المريض بيقوله عشان الكلام ده هتتسأل فيه. ساينز اللي الدكتور هيشوف ينفع حاجه تبقى الاثنين ينفع يعني ايه يا دكتور؟ يعني المريض جاي يقول لك انا عندي مرض، هل انت كدكتور كان ممكن تشوف الموضوع ده؟ هو المريض اللي لازم يشتكي منه يبقى دي سيمتوم سيمتوم. طيب ساينز التحاليل والاشعاعات كلها ساينز لان الدكتور هو كده كده اللي هيعمله. الكشف بتاع الدكتور بايد ده كله اسمه ساينز. الدكتور جه حط ايده على دماغك لقاها سخنه ده ساينز. طب ينفع حاجه تبقى الاثنين؟ اه عادي جدا. المريض جاي بيشتكي يقول لك يا دكتور انا عينيا مصفرة انا عندي الصفر وانت كدكتور شفتها ممكن حاجه تبقى سيمتوم وساين امم قالوا حاجه لنفسكم انتوا عشان الكتاب مش هتبقى البين سيمتوم ولا ساين بين يعني ايه بص في الامتحان هي تنفع الاثنين لكن في الحياه هي مش الاثنين فانت طبعا انتوا عارفين دي بيقول ايه؟ اصلا في كتب لغايه النهارده بتعتبر ان البين من الفايتال ساينز دي كارثه بس ماشي هم بيعتبروها كده خلاص انتوا دي بيقول ايه؟ يعني ايه فايتال ساينز؟ لو داخل لك مريض المستشفى مش العياده بقى المستشفى عايز تتاكد ان هو عايش اصلا تشوف له الفايتال ساينز الحاجات الحيويه اللي بتقول ان هو عايش اللي هم ايه بقى؟ بلاد بريشر يعني ايه بلاد بريشر؟ ضغط الدم تمبريتشر درجه الحراره هارت ريت عضلات القلب ريسبيريتو ليت معدل التنفس كاتبين البين رقم 5 هم كاتبين انا مالي لكن في الحياه كده حاجه نفسكم انتوا يعني عشان تبقى عارفها دكتور والبين ممكن يبقى ساين جدا عارف ازاي؟ عارف انت لما حد يقول لك انا كويس وزي الفل فانت تقول له طب معلش الحته دي بتوجعك شفتوا اللي حصل ده؟ هو ما اشتكاش انها بتوجعه لما انت ايه؟ دي حاجه اسمها تندرنس عشان ده لسه هتقابلوه في البطنه لما تكبروا سنه 5 يقول لك ده عنده تندرنس تندرنس يعني حته لما بتتلمس بتوجع فهمت انا قلت ايه؟ ساعه يا ماما ماما تعالى يا عم شوف احنا كنا فين انا هخلص الترمينولوجي كله النهارده وبعد ما اخلصه اقول لك هنعمل ايه بالظبط يبقى باث معناها هكررهولك تاني في اول السنه قلت لك ان انا ما كنتش هدي فيه حصه واحده حتى عشان كان كله شرح باكمله في الاناتومي ما عدا الامراض كنت هاخد الحصه كلها امراض بس فور فن كده واشرح لكم نفسي كمان اصلا لكن احنا لسه ما خلصناش انا دي المشكله يبقى باص معناها ديزيز ايديولوجي السبب حتى يعني ايتس حتى يعني بيكسي فيكسيشن جرافي جاب الفوزه فوما احنا دلوقتي بنتكلم في حاجه اسمها ايديوباثيك حد شاطر فاكر دايجنوستس يعني التشخيص مهم قوي تبقى عارف سيمتومز وساين طبعا ساعات بتبقى عليها كلينيكال بيكتشر عادي سيمتومز يعني اللي المريض بيقوله ساينز اللي الدكتور بيشوفه او بيجربه اي تحاليل واشعاعات ساينز اي تحاليل واشعاعات انت بتقولها في حياتك عباره عن ساينز ده الدايجنوستس الاهم من الدايجنوستس بروجنوزس بروجنوزس يعني الموضوع رايح على فين ركز بقى في الكلام ده جميل قوي الموضوع رايح على فين يعني ببساطه كده انا دلوقتي جالي مريض وشخصته بدات اديله علاج بيبتدي يسالني عن حاجه اسمها كورس اوف ذا ديزيز يعني ايه كورس يا ترى الاعراض بتزيد سوء يا ترى الاعراض بتخف يا ترى الاعراض زي ما هي ما بتتاثرش ده اسمه الكورس بتاع المرض الموضوع هيخلص عليه ان شاء الله ربنا هيشفيه لا ده ورم حميد وربنا يستر ممكن يقلب بخبيث فالبروجنوستس مهم تعرفه عن كل مرض تاخدوا الكلام ده بالتفصيل او انا هقول لكم ان شاء الله الترم الثاني في الباسون هاجي اشرح لك الاورام زي ما كنت لسه بقول لك في السريع كل ورم مهم قوي تعرف البروجنوستس بتاعه ليه؟ لان في ورم يقول لك البروجنوستس بتاعه مش واحد فخلاص مش هشوف دماغي اصلا في ورم البروجنوستس بتاعه يقلب مليون يعني ايه بالمالجنت؟ يعني لا قدر الله يقلب بكانسر، لا تخلي بالك تلحق تشيله بسرعه، تستأثره بسرعه. استئصال ده اسمه ايه لو حد شاطر فاكر؟ ده اسمه بروجنوزس. فبروجنوزس معناها تعرف الفرص بتاع المرض، الدنيا رايحه لفين. طبعا قلنا من شويه بناين او مالجنت، بناين معناها حميد او نون كانسرس، مالجنت معناها خبيث. ممكن تعرف ان المرض اكيوت او كورونيك، اي ثينك انا جبت ست الحاجات دي. هي اللي انا جبت سيرتها هو اكيد يعني ايه؟ حاد وكرونيك مين اخطر؟ لا الحاد طبعا
شفت لبستيها ازاي؟ المزمن لو كان خطير ما كانش بقى مزمن. مزمن يعني بيقعد فتره طويله. فهو لو كان خطير ما كانش قعد فتره طويله. الاكيوت ده ببساطه خالص هو بيجي بسرعه، بيتطور بسرعه، بيخلص بسرعه، في دي حاجه. عارف احنا قاعدين في حصه زي الفل اهو كويسين، بكلمك بعد الحصه بساعتين لقيتك مخنفه في التليفون، بالليل ما بترديش، الصبح سخنه ما جيتش الحصه، ثاني يوم بقيت زي الفل الحمد لله. فبيقولوا عليه صادن او رابد اونست. هديهم معاك ده صادن او رابد اونست يعني بيظهر اعراضه فجاه او في الاول حاجه. بروجريسيف كورس. بروجريسيف يعني ايه؟ بيزداد سوء. لكن بيخلص بسرعه بيبقى شورت ديوريشن الحمد لله. بغض النظر عن الوضع. لكن مثلا حاجه زي السكر. في ناس عايشه حياتهم كلها اصلا سكرهم عالي دي مشكله. يعني لما اقول لك السكر بيعلى وبيوطي، علو السكر حاجه قد تكون مزمنه، لكن وطوء السكر اكيد، عشان كده انا بترعب من نقص السكر. نقص السكر ربع ساعه ممكن يدمر خلايا المخ. ربع ساعه. عشان كده لازم تتصرف بسرعه وتدي له حاجه مسكره. لكن سكره عادي ده هو ممكن يكون عايش بيه طول حياته، لو ضغطه عادي ممكن يكون عايش بيه طول حياته، لكن الضغط هو الكارثه. فاكيوت معناها يعني بالعربي حاد يعني بيجي بسرعه، بتطور بسرعه وبتخلص بسرعه، الولد بالعربي عشان تعرف تجاوبه. كرونيك معناها جرادوال اونست. يعني ايه؟ بيظهر عرضه على مهنك ممكن اقعد اكتشف فيه اصلا، ممكن اكتشف فيه بعد ما يكون عندي سنين اصلا، في ناس ما بتاخدش بالها اساسا. طبعا الكورس الحمد لله برحمه ربنا ما بقاش بروجريسيف. لو البروجريسيف على مدى سنين تبقى كارثه، يبقى غالبا يا ستيشنري يا ريجريسيف. شفتوا التعبيرات؟ ستيشنري ثابت او ريجريسيف عمال بيه. المهم عشان ما اقولكش الفاظ كتير قوي بعد ما اكتب. يبقى لو قسمت الامراض على حسب الكورس بتاعها ممكن يكون بناين او مالجنت من 1000 الاوراق. حتى انتوا ان شاء الله يعني لما تبقوا في الكليه يقول لك ده الدكتور ده دكتور مالجنت. دكتور رخم يعني في الشفا وايام ما كان عندنا شغل دكتور مالجنت. بنستغل المنهج يعني. انما اكيد وكرونيك معناها ايه؟ حاد ومزمن. صعب الكلام ده يا شباب؟ طيب. من الاشعاعات التحليل اللي انا ممكن اعملها بص بقى كده الالعاب دي سهله خالص اهو. جرام بالرز بعد الجرام والجراف والجرافي العاب تكنولوجيا عامله يعني جرام والجراف والجرافي. طبعا من اشهر الحاجات الجرام اللي هتشوفها في حياتك الاي سي جي والاي اي جي الكترو كارديو جرام. اي سي جي اللي بيقولوا عليه بالعربي رسم القلب الكهربي. هعمل رسم قلب اسمه اي سي جي. احفظ بقى الحاجات دي عشان ما تسمعها تبقى فاهم هو بيقول ايه. لكن رايح اعمل اي سي جي الكترو كارديو جرام. المفروض تعرفين كارديو كويس. جرام معناها رسم قلب كهربي. خلاص؟ ان انا اعمل الموضوع ده اسمه جرافي. الاداه اللي بتعمل ده اسمها جراف. شفتوا اللعبه؟ طبعا رسم المخ الكهربي اسمه الكترو انكيفالوجرام. له علاقه بالمخ اسمه انكيفالو هنقوله كمان شويه. فرسم المخ الكهربي اسمه الكترو انكيفالوجرام. طيب حد فاكر اي حاجه لها علاقه بالعضلات اسمها ايه؟ مايو. هي عضله القلب. فلو بعمل رسم عضله بيسموها الكترو مايوجرام. شفتوا التعبيرات؟ طبعا من غير وجع دماغ بقى. المهم بالنسبه لي كلمه جرام اللي احنا بنقول عليها يبقى رسم القلب اسمه اي سي جي من غير ترجمه بقى اي سي جي بتاع المخ اسمه اي جي بتاع العضله اسمه اي جي. طيب من الحاجات المشهوره كمان انك هتعمل يا سي تي يا ام ار اي. هو مش كاتب الفرق في الكتاب. هقول لك انا الفرق انا بالعربي يعني سي تي دي اسمها اشعه مقطعيه مش كنت تفتش حضرتك. سي تي يعني اشعه مقطعيه انما ام ار اي معناها رنين مغناطيسي. فطبعا حتى لو جيت جاب لهم اسئله من حاجه بتديك درجات يعني دي اختصار كمبيوتر توموجرافي سي تي. ام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايمج لازم يبقى فيها ماجنتيك لازم يكون فيها خلفيه ماجنتيك فلازم الاجابات لازم يكون كلمه ماجنتيك. طبعا الفرق ما بينهم لنفسك يعني. طبعا الاثنين ينفعوا في كل حته ولكن الام ار اي مشهور انه بيجيب تفاصيل اكثر في المخ. يعني لو وريتكم صوره معايا صوره على الاقل الام ار اي لو اتعمل على المخ بيجيب تفاصيل اللوبس بتاع البريم من جوه التفاصيل الممله. السي تي بيجيب الموضوع اوت لاينز عارف انت يعني بيبين قوي الكونكتد تيشو الخارجي وبعض الحاجات الداخليه. فلو مثلا عايز تعمل على المخ وعايز تفاصيل الام ار اي على الاعضاء اعضاء واعضاء. يعني مثلا في الجهاز الهضمي بنحب السي تي اكتر الام ار اي مش محبوب في الجهاز الهضمي ما بيجيبش نتيجه كويسه. المهم يبقى سي تي اختصار كمبيوتر توموجرافي طبعا لو شفتها تعرفها لوحدك. انما الام ار اي اختصار ماجنتيك ريزونانس الاشعه العاديه اسمها اكس راي. طبعا تبقى عارف نفسك الاكس راي يا جماعه ما بتجيبش العظم وسناني. فلو حضرتك عملت اكس راي لحاجه ثانيه تبقى حضرتك ما دخلتش في الطب من اساسه.
وبيوقف الراجل كده ويعدي عليه الاشعه. الاشعه المفروض ما بتختلطش العظم والسنين، فهتلاقي فيلم الاشعه وراه كله اسمر ما عدا العظم والسنان لونهم ابيض. فبالتالي انا مش هعملها غير لو ايه؟ لو في مشكله في العظم والسنان، شاكك في كسر، في شرخ مثلا، في مش عارف ايه. انما مثلا تخيل معايا كده، بصوا كده، واحد بيجري، وهو بيجري قام واقع على ايده. بص كده واقع على ايده كده. ده تمزق في الاربطه. باين خلاص تمزق في اربطه الرزم، دي هتبان في اشعه مش هتبان. فاللي بعد يعمل اشعه بيهرب. طب انا عندي مشكله في الرئتين، ابعت اعمل اكس راي. طبعا هو كان ينفع زمان، بس ما عادش حد بيعمل كده. يعني يقول لك ان القلب والرئتين بيظهروا في الاكس راي شادو. الشادو ده لو اتغير بعرف ان في مشكله في القلب والرئتين بالمناسبه. بس ما عادش حد بيعمل كده. عشان ما وجعش دماغك، الكلام ده كان في التسعينات. المهم يبقى الاشعه المقطعه تسمى سي تي، الرنين اسمه ام ار اي، الاشعه العاديه تسمى اكس راي، رسم القلب اسمه اي سي جي، رسم المخ اسمه اي جي. وما تلطفوش الدنيا بعد كده. لما اجي اخد القلب دلوقتي، الفرق ما بين الاي سي جي والايكو، عشان الناس معتبره كله يقول لك اشعه على القلب، اي كلام في البتنجان. طبعا رسم القلب الكهربي ده يا جماعه مش هيجيب كل الامراض، بيجيب حاجات معينه. ده دايما بلجا له مثلا لو شاك ان هو عنده مشكله في ضربات القلب، هو هيبينها. لو شاك ان عنده نقص دم لعضله القلب بتبان بشكل معين. لكن انا عندي مرض بقى جوه القلب، في مشكله في الصمامات، في مشكله في التفاصيل بتاع القلب، بنعمل حاجه اسمها ايكو. هو اسمه ايكو كارديوجرام او ايكو وخلاص. عشان اسهلها لك، يعني ايكو ده الصمام بتاع القلب. حلو، اللي هو بيجيب تفاصيل القلب من جوه، وكل صمام بيتحرك زي كانك شايف القلب اصلا 3 دي قدامك. اسمه ايكو. فده حاجه، وده حاجه لنفسك بعيد عنها كده. الايكو ده لو هشوف مرض جوه القلب ايكو طبعا. الاي سي جي ما بيشوفش غير حاجات محدوده بس. عشان مش اي حد يشتكي لك من القلب يروح يعمل رسم قلب. ده مش قصه يعني. المهم انا دلوقتي تعالى بقى نعدي على سيستم كده بسرعه. يبقى خلصنا الاتومي بالمره يعني. ريسبيراتوري سيستم. يا مما يتكون الجهاز التنفسي؟ نور، فارس، فارس، ترقية، منقار، والله كل حاجة باسمها. فما تقعدش تقرا بقى زي ده، ده كاتب لك جدولين في الكتاب. اشطب. هعمل لكم فيديو اصلا من جوه الكتاب عشان اريحك تقرا ايه، ما تقراش ايه، ما تقراش ده كده. يعني لازم اقول لك اللي هو علاقة بالنفس اسمه نيفو، اللي هو علاقة بالفارنس فارنجيو، اللارنس فارنجيو، البرونكا برونكيو، ده كلام يعني. وتصغير برونكاكي اسمها برونكيولز، فاللي هو رقم برونكيولز اسمه برونكيولو، ايه يا عم في ايه؟ الحاجات اللي بره الليلة ده اللي المفروض حضرتك تحفظها. اللي علاقه بالبلوره اسمه بلورو. ميرسي يا سيدي على المعلومه. اللي علاقه بالهواء ميومو، عارفها والله. والله عارفها. والله عارفها. فاكر انت لما قلنا العظم اللي كان في وش كله كان اسمه نيوماتيك، ميومو يعني هواء. فيقول لك الخليه يا ابني اللي موجوده في الحواسات الهوائيه اسمها نيومو سايت. فاللي هو الهواء اسمه نيوم. ده حتى لما كان بيتجمع هواء في طبقتين البلورا اسمه نيومو فلورا. فنيومو يعني هواء. اللي هو علاقه بالرئتين اسمها نيومو او نيومونو. نيومو او نيومونو. قلتها من شويه في التهاب الرئتين. فاكر التهاب الرئتين ما كانش واخد ايتس يعني لبنان، كان اسمه نيومونيا. انفلاميشن اوف ذا لانجز كولد نيومونيا. حاول تاني. نيومو يعني هواء. اللي له علاقه بالرئتين اسمه نيومو او نيومون، سوري اسف، بالمونو او نيومون. اسمه بالمونو او نيومون، عارفهم الاثنين والله. فاكرين الشغلانه دي قوي؟ اسمه ايه؟ بالمونو. بالمونو يعني علاقه بالرئتين. او عشان التهاب الرئتين قلت عليها نيومونيا وما بتوجعش الدنيا. بنيا يعني بريثنج. مهم قوي الكلام ده. بنيا يعني بريثنج، يعني تنفس. فاللي يقول لك عنده سرعه في التنفس يبقى اسمها ايه؟ تاكيبنيا. تاكي يعني سريع، بريد يعني بطيء، فاسمها تاكيبنيا. اللي عنده بطء في التنفس بريدبنيا. اللي عنده توقف في التنفس ابنيا. خد بالك؟ ا يعني ما فيش، اسمها ابنيا. فبنيا معناها بريثنج. الحاجات دي كلام مهم قوي. اوثنيا يعني سمل. اوثنيا يعني شم. يقول لك عنده انوثنيا. ده لو حضرتك كده بتبقى في البرد، شم مش اصلا. هايبروثميا. ايه بشم كتير دي لما قلت كلب يعني. شم حاجات مش موجوده اصلا. شفت التعبير؟ شم حاجات مش موجوده اصلا. زي الست الحامل كده زي ما بتتوحى. زي ما حضرتك ساعات بتبقى شم حاجه مش موجوده من اساسه عشان حضرتك مثلا بيئك بيجري ولا حاجه ولا عايز تاكل. اسمها هايبروثميا. فالمهم ان اوثميا معناها سبيل وخلاص ما تتوجعش منها.
اوسميا هو ابتدى هنا عشان هو مش كاتب الموديل والمناخير الرقمي بتاعهم تبع الجهاز ده. اوسميا يعني اسم اللي ركب عليها اي حاجه. اتفقنا؟ ركب عليها هايبر هايبو تاكي بريك اي حاجه عايز تركبها ركبها. المهم ان اوسميا معناها ايه؟ سميل. بينيا بريسنج. كلمه بينيا معناها بريسنج معناها تنفس. نيومو يعني هوا. نيومونو او بالمونو يعني الرئتين والاثنين احنا عارفينهم بالفاظ صريحه. قلت لك بالمونري كانت متقاله في الشرايين والاوردة. نيومونيا كانت لسه متقاله من شويه معناها انفلاميشن اوف ذا لنج. الباقي بقى بيت الزباله. طبعا ما يحط بقى على اي حاجه عايز اقول لك في التهاب في الشعب الهوائيه بس مهم. الشعب الهوائيه اللي هي البرونكايت. البرونكايت برافو عليك برافو عليك برافو عليك برافو عليك. الفصائل الهوائيه كان اسمها ايه؟ فلازم اقعد احفظ كل الكلام ده في الكتاب يبقى انت عندك فراغ عاطفي حاجه ترجع. طبعا باقي الامراض انا مش هوجع دماغي بكل الامراض دلوقتي. او هوجع بس ما اخلص المنهج العرض الاول كده ونشوف الدنيا تمام. كارديو فاسكولار سيستم انا هشرحه بالالم ركز معايا لقلب حبنا اي حاجه لها علاقه بالقلب يا دكتوره اي حاجه لها علاقه بالاوعيه الدمويه فازو او انجيو او اثر اسمع بالراحه اسمع بالراحه فازو او انجيو او اثر فازو او انجيو او اثر فازو انا عارفها وهتسمعها في الدكتور اكتر ما هتستحمل بقول لك اوسع الوعاء واضيقه. فازو دايلاتيشن وفازو كونستريكشن. فازو يعني معايا ده اشهر لفظ هتتعامل بيه. اسرو هتشوفه مره واحده في حياتك في تصلب الشرايين وتصلب الاوعيه الدمويه. اسر سكليروس. انجي بتتقال في الباثولوجي في الامراض. يعني لو عايز اتكلم على الوقت بيقولوا عليها انجي. يعني بيقول لك في التهاب في الاوعيه اللي اسمها انجيتس. انجي يعني معايا. هقول لك ثاني وقت. بمناسبه الريسبيراتور ابنمنسيس. اي حاجه لها علاقه بالشيست اسمها ايه؟ شيست في الاول يعني ايه؟ يعني صدر. سوراكو انا عارفها دي يعني. سوراكس. بص وانا قلت لك الفرق لنفسك ايه؟ شيست دي بتتقال في الكلينيكال. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو مرض او دكتور اقول عليها شيست. يقول لك ده دكتور شيست، دكتور صدر، ما اسمهاش دكتور سوراكس. سوراكس ده بتتقال في الاناتومي. يعني ايه؟ يعني هتتكلم في عضلات، هتتكلم في اوعيه دمويه، هتتكلم في عظم، في الكلام ده يبقى اسمها سوراكس. انما هتتكلم في امراض او تتكلم في دكتور اسمها شيست. هو كاتب اثنين كمان من عنده وعايز اقوله بالمره دي. دكتورال حاسس ان لازم مش غايب عليا صح؟ عضله الساق بتاعت الشيب فاكر انت جايب تكتبه دلوقتي؟ دكتورال او ستيسو. ستيسو دي ما بتتقالش غير على السماعه، عارف السماعه بتاعت الدكتور اسمها ستيسو سكوب. اسمها ستيسو سكوب بقى. المهم الكلام اللي احنا فيه اي حاجه لها علاقه بالقلب اسمها الاوعيه بفاز او انجيو او اسم. يا جماعه على فكره احنا مش طالب تحفظ. طالب انك هتشوفها هتعرف ان دي يعني هيقول لك اسم سكولوزس مينز هو ده اللي الامتحان يمسك كلام عميق خالص. فاز او انجيو او اسم. له علاقه بالاوعيه الدمويه اسمه فاز او انجيو او اسم. هي ايه الاوعيه الدمويه؟ الشرايين اسمها ارتريز تصغيرها اسمه ارتريول. الاورده اسمها فينز تصغيرها الاترعابي اسمه فينيو والشعاعات الدمويه تسمى كابيلاس. اي حاجه لها علاقه بالاوعيه الدمويه اسمه فاز او انجيو او اسو. احنا هنا اخترنا ايه؟ كارديو فاسكولا. اخترنا فاز. اسو قلت لك مش هتسمعها غير في تصلب الشرايين بس اصلا. يقول لك عنده اسيروما عنده اسيرو سكليروزس يبقى تصلب الشرايين. والانجيو هتتقال في الامراض. حلو. يبقى له علاقه بالقلب كارديو له علاقه بالاوعيه الدمويه فاز او انجيو اسو. له علاقه بالوريد فليب. فليب يعني وريد. فليب يعني وريد. دي مهمه قوي في الامتحان بيحبوها قوي في الكارديو. لك عنده فليبايتس. فليبايتس يعني ايه بقى؟ انفلاميشن اوف ذا فين بس مش دنايتس بقى. يعني الارض اسمه ارترايتس عادي جدا لكن الفين اسمه فليب. لو هتنسى دي الله يكرمك. اي حاجه لها علاقه بالاورده اسمها فليب. ففليبايتس معناها التهاب في الاورده. القلب اربع اوض عقبال ما اعرف حضراتكم اثنين اوزين واثنين بطين. الاوزين اسمه اتريوم والبطين اسمه فينتريكل. الاوزين اسمه اتريوم والبطين يسمى فينتريكل. الاوزين يسمى اتريوم. انا كده كده هشرحها في الاقل كمان شويه. الاوزين اسمه اتريوم والبطين اسمه فينتريكل. لما صنفنا العضلات في الاناتومي كنا قلنا العضلات السكليتال سموث. ليه عضله القلب لوحدها؟ لانها علمتنا حاجه حلوه قوي في الحياه.
لازم لما تيجي تحدد حاجه في حياتك تشوف اولوياتك انت ايه، مش الناس بتعمل ايه يا لبنان. هي القاعده فيها مناومه. كل الناس انا تخش تفتكر ذكريات ويبص للسقف. بص يا سيدي، عضله القلب قالت لك انا المهم عندي اولوياتي ايه، مش المهم الناس بتعمل ايه. عضله القلب غير كل العضلات مش معتمده على السين ناس. السين ناس اختصار ايه؟ اللي هو المخ والحبل الشوكي. مش معتمد عليهم ليه؟ لان هم مش كونتينوس، هي مش عايزه اشاره قويه، هي عايزه اشاره مستمره لانها ما ينفعش توقف. فبالتالي بدات تطلع اشارتها الكهربائيه بنفسها. جزء من عضله القلب يا جماعه اتطور وانت جنين في بطن مامي وعمل حاجه اسمها العقده الجيبوزينيه. مش اسمها ايه؟ العقده الجيبوزينيه. هو زين يعني ايه؟ بص على صوره كيف يعني. حد فاكر يعني ايه جيب؟ ايه جيب الانفيه طيب؟ فاسمها اس اي نود ساينو اتريال نود، دي اسمها اس اي نود خالص. العقده الجيبوزينيه دي بتطلع اشارات. الاعصاب اللي رايحه بنظم، لكن لو قطعتها دي شغاله لوحدها. القلب لو طلعته من الجسم الاختي دي بتطلع اشارات لوحدها. بعد كده الاشاره تنتقل هنا لعقده اسمها العقده الكوزينيه القطينيه. وبعدين يعني ايه؟ اتريال وبطين اسمها اتريو فنتريكولار نود اي في نود. مش انا في العادي المخ والحبل الشوكي بيطلع امر. الامر ده انتقل للاعصاب يروح للعضله تنقبض. طب عضله القلب وضعها ايه؟ لا ده الامر بيطلع من دي من جواها من حاجه اسمها اس اي نود. ينتقل بعد كده لحاجه اسمها اي في نود. اي في يعني اتريو فنتريكولار نود. بعد كده ينتقل في البطين للي انا راسمهم دول اسمهم بيركنجي فايبر. هتاخد الكلام ده بالتفصيل السنه الجايه. فالعضله تنقبض. يبقى طريقه التوصيل في القلب من اس اي نود سماع يا جماعه الموضوع بسيط. الاي في نود بعد كده حاجه اسمها بيركنجي فايبر. الجزئين اسمه اتريال والبطن اسمه فنتريكل. واي حاجه لها علاقه بالقلب اسمها كارديال. يبقى اللي شايل محاوط القلب اسمه كارديال. بري يعني اقرب. تجويف القلب من جوه يبقى اسمه اندو كارديال. عضله القلب مايو كارديال. مايو كارديال. عشان كده هيجي يقول لك ايه؟ انا هعمل عمليه فالفوتومي. استنى بقى تعالى. الصمامات بيحصل فيها مشكله من الاثنين، بالعربي اسمه ايه لو حد يعرف؟ في الحياه بتسمع الصمام بتصور ايه؟ يا ضيق في الصمام يا ازدخار في الصمام. ده اشمعنى في الكوكب صح؟ طب الحمد لله ما حدش الحمد لله مرض ولا جاله حاجه، يا رب ما حدش يجيله عربي ولا ايه تحت. يبقى الصمام يا اما ضيق في الصمام يا اما ارتخاء في الصمام. الضيق اسمه ستينوزس. الضيق يسمى ستينوزس. طبعا سمعتوا عن الصمام الالكتروني مثلا او الصمام ثلاثي الشروطات او الكلام ده صح؟ كنت ادبي؟ ولا ادبي ما درست قبل كده؟ طيب خلاص هنعرف الكلام ان شاء الله، الله يخرب دوكم. يقول لك ده عنده مايكرال فالف ستينوزس، ضيق في الصمام الالكتروني. لكن الارتخاء لها لفظين. ساعات بيتقال عليها برولابس، برولابس يعني مرتخي، او في ناس بتقول بيعمل ارتجاع، ريجيرج. اسمع الالفاظ كده عشان تبقى عارف. بس ستينوزس معناها ضيق، انما ارتخاء اسمها برولابس، وهو لو مرتخي يعمل ارتجاع. يعني ارتجاع المفروض بعد ما قفل بقى عشان الدم يتحرك كده يقول الدم رجع تاني. ليه؟ عشان انا مش قافل كويس. اسمها ريجيرج. اسمها ريجيرج يعني ارتجاع. طب الاستريوس ده انا اتصرف معاك يا دكتور قلب ازاي؟ اه صعب. بيقولوا حاجه بالعربي اسمها قسطره. سمعت لفظ قسطره بقى بعد كده؟ اي ثينك انا قلتها في حته برضه. قسطره يعني بالعربي توسيع الدايره. ده هيعمل قسطره في الصمام. عارفين بندخل بقى العرق بسطها لك خالص او حديده كده فاخرها بالون، واول ما تدوس على الصمام نقوم نفخين البالون نقوم موسع الصمام. قسطره بوليه مجرى البول ضيق او مدخل برضه بالون اوسع. قسطره في اي حاجه في جسمك. قسطره معناها ايه؟ توسيع الدائره. انما لو عنده ريجرج او برولابس العضلات اللي ماسكاه مرتخيه، العضلات اللي بتمسكه عشان يقفل كويس مرتخيه مقاطعين من ناحيه عارفين تكون شدده زي ما كنا بنعمل في حمل الغسيل في اول حصه. دي اسمها ايه بقى؟ فالفيتوبين. شفت التعبير؟ اسمها برضه. طب لو صمام بورلاكس بايظ خالص نعمل له استبدال بقى، نعمل له تجميل اسمها بلاستي. جراحه التجميل اسمها بلاستيك سيرجري. بلاستي هنا معناها استبدال، ريبليسمنت. بلاستي نحط جنبها اي عضو يبقى انا هستبدله بعضو جديد نضيف حلو ابن حلال اسمها بلاستي. يبقى اكتومي معناها استئصال بالعربي. استمي او امي افتح فتح. رافي اخد غرفه اللي هي سوتشي. خلاص ما انت ما تشوفها بالانجليزي هتعرفها لوحدك يعني. ديكسي فيكسيشن. بلاستي تجميل بالعربي او استبدال اسمها بلاستي. اوعى تنسى جراحه التجميل اسمه بلاستيك سيرجري.
لاستي يعني تدمي. يبقى اوزين اسمها اتريوم وطين اسمها فينتريوم. الضيق يسمى صناعه ستيوزس ريجيرج يعني ارتجاع او ارتخاء اسمها برولابس. الجهاز الهضمي digestive system او انا عرفت خلاص digestive system او في ناس بتسميه جي اي تي زي حالاتنا دول عليه جي اي تي gastro intestinal tract اي حاجه لها علاقه بالمعده اسمها gastro intestinal طبعا يعني الامعاء فبيسموه digestive يعني هضم او بيسموه تكوين اسمه gastro intestinal مما يتكون الجهاز الهضمي يبدا بالبوق ماوث بعد كده فارس بالعود المريء اسمه اسوفيكس المعده ستومك سمول انتستن لارج انتستن ده انا هاكل راحه الكلام ده هو نفس اللي انا كنت بقول مره يعني عشان انت عايز بينه اصلا اساسا بدا بايه؟ برافو عليك الماوس الماوس ده جواه شويه حاجات كنت هنقولها برضه بعد كده البلعوم اللي كان طريق مشترك فارس المره دي بقى مش هيمشي زي قبل اللي بتربط التراكيه ده مش هوا ده هيمشي ورا في المريء اسمه اوسوفيكس اوسوفيكس ثم المعده اسمها برافو عليك السمول انتستن اللي هي الامعاء الدقيقه اللطيفه ولارج انتستن واحنا متعودين من زمان عشان اعمل عمل متكامل والكمال اللي لوحده لازم اجيب اللي هيشتغل واجيب وهنظف دي القناه الهضميه اللي بيمشي كده الاكل بس في حاجه اسمها الغدد الهضميه وتساهم بافرازاتها في الهضم لكن هي مش جزء من الجهاز الهضمي القناه الهضميه. طبعا عرفوهم الغدد اللعابيه تفافه يعني صليفه. التفافه معناها صليفه ما هو المريض مش هيجيب لك انا كنت ببسط لو كنت بطوف. سليفري جلانس صليفه يعني لعابه. من صليفه معناها لعابه. طبعا البنكرياس اسمه بالعربي وبالانجليزي بنكرياس والكبد اسمه الليفر. اه الليفر امي كده اسمه الليفر. احفظ ايه بقى؟ طبعا ده فاكس ده فاكس باسمهم يعني اللي هو عضو الفرنش فرنش اسكوشيو يعني هو مثلا في الكتاب عندك بيقول لك ايه؟ يقول لك في جزء كده في الاشعاع التحاليل اسمه اندوسكوبي اللي هو المنظار بالعربي اسمه منظار يعني ايه منظار؟ بيدخل جوه اصلا بتاع في اخرها كاميرا عشان يتفرج من جوه وكاتب لك منظار منظار في الجسم ده اسمه فراغ عاطفي منظار الفاكس اسمه ايه؟ فرنش اسكوب طب الاسوفيجاس بس مش بيسكوب الغريب بس يعني الوحيد اللي المفروض احفظه الجهاز الهضمي اسمه اللابروسكوب لابروسكوب يعني بيشوف الابدومين كلها الجهاز الهضمي كاملا اسمه لابروسكوب ده اللي بتحفظه انما الباقي فاكس يعني اي حاجه لها علاقه بالمعده اسمها جاستر لازم بقى في الكتاب اقول لك التهاب المعده جاسترايز ماذا يعني جاستريكتوم يا ابني؟ استئصال المعده جاستروبيكسي فيكسيشن اوف ذا ستوم جاستروسكوب فيجواليزيشن اوف ذا ستوم فيجواليزيشن يعني اشوفها بمنظري لازم تقعد تحفظها بقى في الكتاب لا وانا هعرفك ده هعمله فيديو حلو كده يريحك خالص فالكتاب الكلام على الفاضي السمول انتستن ثلاث اجزاء كانوا بالعربي اسمه الاسم 10 تقريبا واللفائفي او ما اعرفش التاني اسمه ايه حاولت مع الدفعات اللي قبلكم ما حدش قال ايه ديودن ديودن ديودنم ديودنم بقى قوي ده خلينا القصه بتاعتك بقى ديودنم ديودنم بقى سميه كان لك علاقه بالديودنم ديودنم الاليا الاليا دي اللي فيها مشكله واحده لازم تشوف السبرنج بقى ايه او في سؤال عشان هتلبس اصل الاليا هيجيب لك الاجابات في ايه؟ التهاب الاليا اليايتس اتفرج بقى في الاجابات واحد بالاي او واحد بالاي او واحد بالاي اي او بص شقلب يعني هي دي بس اللي هي اللارج انتستن مما تتكون اللارج انتستن اسمعي بقى كده سي بسم الله ما شاء الله اسكت بقى عشان سي كم اللي بيسموه اعور وليه سموه اعور ما اعرفش مش فاتح على الشارع عشان الناحيه الثانيه فتحه الشبكه فاتحه على الشارع خاصه بالطول سي كم ثم اسندنج كولون اللي اسمه وضع القولون الصاعد ترانسفيرز كولون القولون المستعبط السند كولون القولون الهابط ثم مكنه البسكوت دي بقى اللي بتشكل الايه الشكل والقوام والملمس والطعم والحاجات دي كلها اسمها ريكتم امشي ريكتم يختار عدوك فيه
عشان العمليه ما تبقاش ابندكس على المادة. تكتب الاثنين دول عشان مهمين في الامتحان. المستقيم يسمى ريكتم. المستقيم ده اللي هو مكنه البسكوت اللي هو بيحضره عشان يطلع على الشاي. وهنا يحضره اللي بقى فاضيين صح؟ عشان ما كانش حد يرجع بس. اصل في ناس من كتر ما حلقه الطب كانت بتسال اسئله وبتجي. لكن يا دكتور لما باجي اعمل ايه؟ ايه؟ ليه ساعات بيبقى وان بيس؟ وليه ساعات بيبقى قطع؟ ليه؟ دي اسئله وبدايه جدا. وحلو. حلو جدا. لا الاسئله اللي حلوه. قلت تعرفوا؟ في واحده كده الله يمسيها بالخير ما ترميها عليها انها بتروح تكبر مننا. احنا في سنه سته بنعمل في الجراحه حاجه اسمها بي ار. والبي ار ده يمكن كان جه في الزومر بس انتوا صغيرين ما شفتوش الكلام ده. البي ار ده يعني الريكتال اكزامينشن. عايز اشوف عنده بواسير ولا لا؟ قال لي عرفت يعني ايه بواسير ولا لسه صحيح؟ يعني انا قلت لكم وانا صرت الشكلين بس احنا عارفين. دوالي في اوريت المستطيل. يعني الاوريت بتاع المستطيل مدخن فبيعمل الحمام دم غصب عنه والم شديد والجو ده. فعايزين نشوف. فطبعا الطبيعي والمنطقي ان انت قبل ما تعمل بي ار يعني هتدخل ايدك من فتحه الشرج لازم تسال المريض هو عامل حمام ولا لا؟ اللي هي ما سالتش. وهي بسكوته بقى عارف انت البنات البسكوت اللي دخلوا طب غلط ده مش زينا مطنشرين كده ولابسه الجوانتي وراحت عند المريض تعمل كده يلا يلا عايز اشرب طلع اورجانيك مش مغطى والمنتج اللي مستهدف يلا بقى نكمل سوا انتوا تعرفوا ده ولا ايه؟ طب بعيدا عن الهزار بعيدا عن الهزار يعني بكتر لكم حاجز الزمن شويه بس ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويديله صحه يعني لو حد من اهل بيتك مثلا لا قدر الله جاله شلل او مشكله في الحبل الشوكي او الكلام ده وعمل حمام على نفسه هتتعرف منه؟ تعتبر كل مريض بقى حد من اهله مش بهزر والله ما ينفع بص على فكره موضوع القرف موضوع نفسي اكثر والله لو حد جاب لك نفس الحاجات دي واقنعك انها اكل ولا صوص هتاكله والله هتاكله واقنعني بعض مش بهزر والله انت عشان اقول دماغك وطالع من ايه؟ يا عم اعتبر طالع من حته ثانيه المهم يعني يبقى المستقيم اسمه ريكتم وازاي ده اسمها ابندكس يبقى الدم ازاي ده اسمه ايه؟ ابندسايتس لازم اقول لك ايتس انما اللي له علاقه بالريكتم اسمه ريكت او بروكت ريكت مش هقولها ومش هتيجي في الامتحان بروكت هي اللي بتيجي في الامتحان مع الامراض بروكت عارف انت لما بتيجي زي الجبل بروكت ما شاء الله يعني فافتكر يقول لك يعني ايه يا ابني بروكتا طيب ادي اسئله الامتحان المفروض تحفظها انفلاميشن اوف ذا ريكت ادي اسئله الامتحان لكن هل انا المفروض اقعد احفظ كل كلمه واحط جنبها او زي ما الكتاب كاتب الحاجات الغريبه بس اللي له علاقه بالمعده اسمه جاسترو له علاقه بالابدومين كلها لابرو انا قلتها هناك له علاقه بالريكتر اسمه بروكتو وهتنساها بقى دي كلمه له علاقه بالليفر الكبد اسمه هيباتو له علاقه بالكبد اسمه هيباتو راك عنده هيباتيتس انفلاميشن اوف ذا ليفر هيباتوما تيومر اوف ذا ليفر هيباتيكتومي ريموفال اوف كاتب كل ده في الكتاب كاتب كل مره كاتب كل شويه ما خلاص الموضوع منتهي اللي علاقه بالغدد اللعابيه اسمه سيالو مش هتلخبطك سليفري سيالو سليفري سيالو خلاص عشان دي مهمه قوي يقول لك عنده سيالو ادينايتس ايه؟ له علاقه بالسليفري اسمه سيال اي حاجه لها علاقه بالغدد اسمها ادينو يعني بيقول لك عنده ادينوما يا ناقص ادينوما ايه ادينوما يعني ايه ورم في الغدد فاكرين الغده النخاميه طيب كان اسمها ايه لو حد فاكر بيقول لك عنده بيتيوتري ادينوما يبقى ورم في الغده النخاميه فلما انا عايز اقول فيه التهاب في الغدد اللعابيه اللي اسمها سيالو ادي نايتس شفت اللعبه؟ مش طالب تحفظ على فكره الماده مش صعبه ولا زي ما انت متخيل بالعكس ده هتسهل لك الدنيا خالص. هو هيكلمها لك ويقول لك ده معناه ايه؟ معناه التهاب في اللي مش عارف ايه ولا ورم في اللي مش عارف ايه فالكلام عميق يعني. يبقى له علاقه بالسيلفر جلاند اسمه سيل، له علاقه بالسيال اسمه ايه؟ دنت او اودونت. دنت يا جماعه اسمها فكرت اودنتستري، عقبال ما انتك يعني. دنت او اودونت. اسمها دنت او اودونت. طب له علاقه باللسان. الله يبارك لك في صحتك وفي عيالك وفرحك بيهم يا رب. لينجوال بأمارة كانت
فاكر انت ال الرئه الشمال كان متاكل منها حته للقلب، لو حد فاكر في القلب اسمها كارديو نود، شكلها حته عامله شبه النسيج ملهاش فيه. في غدد بيعبيها في المكان ده اسمها صاب لينج، ولا في نوع اسمها صاب مانديبولا بالمناسبه يعني اسمها صاب لينج ولا تحت اللسان. فاللي هو رقم لسان اسمه لينج، اللي مش هتعرفوه وهتنسوه فمش هاكد عليهم دلوقتي. له علاقه باللبس كايلو، لبس يعني الشفايف كايلو. له علاقه بالجمز جنجف، انا لا عارف لا جم ولا جنجف. جم يعني ايه؟ اللثه. يقول لك عنده التهاب في اللثه جنجفايتس. الجي جي يا جماعه عشان ما تنساش في الامتحان الجي جي، عشان ما تلخبطش في حاجه ثانيه. اللي عنده مشكله في الجمز اسمها جنجف. الجمز جنجف، الجمز جنجف. انما اللبس اللي هي الشفايف كايلو. الشيكس الخدود اسمها باكفو. تكره كده بق 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 بق. حتى عارف الفرس ليه يسموها بق الكافيتي؟ عارف انت اللي هو الخدود اللي اسمها بق الكافيتي فاسمها باكفو. انا مش عارف اقرا خطي بس هو كده في فرق يعني، مش عارف انا بصور ليه. انت شايف حاجه اصلا؟ ده له علاقه باللسان؟ لينجوال. له علاقه بالكبد؟ الجلاد. له علاقه بالريكتم؟ البروكت. بروكت اوعى تنساها، بروكت. تعمل ايه؟ هيبقى بروكت. له علاقه بالتنفس اسمها بينيا. له علاقه بالرئتين اسمها بلمونو او نيومونو. هي دي اللعبه بتاعتي. يبقى الجهاز الهضمي عقبال ما اتحرك هو كان ماوس، فارس، اوسوفيجاس المره دي، ستومك، سمول انتستين، ولارج انتستين، والغدد الهضميه احنا خلاص كلها. طبعا عندنا حاجه بقى امراض كتيره مش عارف، مش عشان بس اعدي كله كده يعني. اسهال، امساك، الادويه بتاعت الاسهال والامساك، الترجيع ان شاء الله، الحاجات دي كلها جميله قوي يعني. يلا احنا بقينا جاهزين اهو عشان يبقى خلصنا ونقول شويه امراض كده في ربع جنيه. فيميل جينيتال تراكت، فيميل جينيتال سيستم، الجهاز التناسلي للانثى. المفروض اكيد عدلوا عليه في الامبريون. المنجز اسمه ايه؟ هي حاجه لها علاقه بالاوفر اسمها اوفورس. لسه قايلها من شويه، التهاب المبيض اسمه اوفورايس. قناه فالوب اسمها ايه؟ فالوبيان تيوب. اللي له علاقه بالفالوبيان تيوب اسمه سالبنجيوم. مش هتقدر تحفظوا الحاجات دي دلوقتي. يعني يقول لك عندها سالبنجيتس، التهاب في الفالوبيان تيوب. سالبنجيو يعني فالوبيان تيوب. الرحم اسمه ايه؟ يوترس. اي حاجه لها علاقه باليوترس اسمها بنتيوب. ما شاء الله مترو ارنبه جوه ما شاء الله. يقول لك ايه؟ بطنة الرحم اندوميتريال، طبقة من حواطة الرحم بريميتريال، عضلة الرحم مايوميتريال، التهاب الرحم جرايتس، التهاب بطنة الرحم اندوميترايتس او اندوميتريوز وهكذا. فمترو معناها رحم. اللي هتنسوها مش هتيجي في الامتحان بس انتوا هتنسوها يعني. له علاقة بالفاجينا اسمه كل. له علاقة بالفاجينا اسمه كولب. اسمه كولب. وله علاقة بالفالوبيان تيوب اسمه سالبنجيو. اسمه سالبنجيو. له علاقة بالرحم ميتو. ده حلو ده جميل. من أشهر الحاجات اللي بتتعمل عند الست اسمع بقى اللي هقول لك عليها. مينو وريا وراجيا. مينو يعني السيلول سايكل. لا ده احنا حطيناها الدورة اللي بتحصل في الرحم اللي بيبقى فيها نزيف اسمها الستيرول سايكل بتبقى على البيبي اسمها مينو. فلما اقول لك مينو بوز انا خدت لفظ اصلا في المنهج انقطاع الطمس اللي بيقولوا عليها سن الياس ستوبج اوف الستيرول سايكل. لكن في لفظ انا قلت لكم في وسط الحصه مره اسمه مينارك. ارك يعني فيرست. ذا فيرست من الستيرول سايكل. يعني لما تيجي في ميل عشان اعرف الدنيا معاها عامله ازاي بقول لها المينارك كان امتى؟ بتقول لي انا عندي 14 سنه. البيوبيريتي يعني. وانا عندي 14 سنه. فابتدي احسب انها ايه دلوقتي مثلا 49 سنه 48 داخله كده في المينو جوز. فاكيد في لخبطه في هرمونات. ده انا كنت حكيتها لكم مره. فمينو يعني من استروي انما مترو يعني رحم اوعى تنسى. ريا يعني افراز. ريا يعني افراز. راجيا يعني افراز دم. يعني يقول لك عندها مترو راجيا. حد يترجم؟ نزيف من الرحم. طب مينو راجيا؟ هو النزيف من الرحم برضه بس مرتبط بالدوره الشهريه. هو في فرق؟ يعني واحده مثلا حصل لها جرح في الرحم، كانت راكب لوب مثلا ولوب جرح الرحم. في اللحظه دي اسمي نزيف ده نزيف ايه؟ نزيف من الرحم.
مترو راجيا. راجيا جاي من هيموريدج، هيموريدج يعني نزيف. انما لما نقول ميل وراجيا يبقى النزيف اللي عندها مرتبط بايه؟ بالمستقبل سايت. الكلام ده كلام مهم قوي. طيب واحده وخلصت خلاص حمل وجدة وبقت مامي خلاص بقت 45 سنه وعمال كل شويه يتكرر عندها نزيف من الرحم، نزيف شديد قوي زياده عن اللزوم، نتصرف ازاي؟ عندنا حل، يا نشيل الرحم يا نعمل كحك دي ان سي. عندك في المنهج دي ان سي، يقول لك راح تعمل دي ان سي كحك الرحم، اسمها بالعربي كحك، اسمها في المنهج ايه؟ دايلاتيشن اند كرتيج. كرتيج يعني كحك، دايلاتيشن يعني اوسع الاول، ما انا اكيد مش هحكي هو كده يعني، اسمها دايلاتيشن اند كرتيج، دي ان سي وخلاص يعني، دي ان سي. بص يا بيبي، مما يتكون الجهاز العصبي من سي ان اس وبي ان اس. لما بتتكلمي سي ان اس بتصير ايه؟ سيرفرال نيرفس سيستم، اللي هو مين؟ البرين الاسبانال كورد، معلش مش عصبي. مما يتكون البرين، بص بقى كده معايا، من حاجه اسمها القشره المخيه اسمها سيريبرم او سيريبرال كورتكس، اسمها سيريبرم او سيريبرال كورتكس، اسمها سيريبرم او سيريبرال كورتكس، لان له علاقه بالمخ اسمه سيريبرال، اسمها سيريبرم او سيريبرال كورتكس. ورا في حاجه اسمها المخيخ، تصدير مخ سيريبرم، هو تصدير سيريبرم سيريبرم، جذع المخ برين ستيم، جزء المخ يسمى برين ستيم، كان ثلاث اجزاء بالترتيب، الكلام ده في العالم هو ميد برين وبونز ومظله وبلونجات او مظله وخلاص ما ترجعش منها. قول تاني يا مما يتكون المخ من فريق شغل وفريق اعداد، بس انا مش عايز اوجع المخ يعني. القشره المخيه المليانه مراكز المخ اسمها السيريبرم او ترجمه لفظيه سيريبرم، القشره يعني كورتكس. المخيخ بتاع الاتزان اسمه سيريبيلم. جزء المخ برين ستيم، ترجمه لفظيه برضه ثلاث اجزاء. فاكر انت المخ الاوسط والمفاعل المستطيل والبتنجان المائل والحاجات دي؟ ميد برين وبونز ومظله. ميد برين وبونز ومظله، ما بينهم فراغ، الفراغ ده في بعض الحاجات بنسميها في الفسيولوجي سب كورتيكال سنترز. دراعه اليمين اسمهم سب كورتيكال تحت القشره المخيه. او في ناس بيسموهم داي انكفالو. انكفالو يعني برين. واماره الاي اي جي. فاكرين رسم المخ الكهربي؟ الكترو انكفالو جراف بيسموهم داي انكفالو. داي انكفالو، مين هم الداي دول؟ الاثنين الاخوات سالاموس وهايبو سالاموس. فاكر المهام تحت النحاف؟ سالاموس وهايبو سالاموس. طبعا كل واحد له وظائف مش عايز اوجع دماغي. يبقى المخ بيتكون من ايه تاني؟ سيريبرام او اسمه سيريبرال كورتكس، المخيخ سيريبيلم، جذع المخ كان اسمه برين ستيم. من برين انا ما افترضتش خالص بس شوف على الصوره بس من برين. وبونز ومظله، هنا حاجه اسمها داين كيفالون. من هو الداين كيفالون؟ سالاموس وهايبو سالاموس. الحبل الشوكي ماشي جوه ايه؟ ماشي جوه مترو الانفاق يعني؟ جوه العمود الفقري اسمها عامل العمود الفقري ليه؟ ولا العمود الفقري؟ العمود الفقري كان متقسم كام فقره؟ 7 12 5 5 4. الحبل الشوكي متقسم سجن قطع مش زي العمود الفقري عشان ما تدخلهمليش في بعض وتجيب لي شد. 8 12 5 5 1. الحبل الشوكي متقسم 8 قطع في الفايكل. طبعا ليه؟ عشان عند الفقره السابعه في واحده فوق واحده تحتها. فهم متقسمين 8 8 قطع في السبايرال كورد في الفايكل. 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 ساكرال، واحده سوجيه. طبعا كل حته مطلعه عصب شوكي يمين وعصب شوكي شمال. حلو. يبقى سي ان اس برين زي ما قلنا، السبايرال كورد متقسم 8 12 عليك الكلام ده في التكنولوجيا والله 8 12 5 5 هو الانامي بالظبط. طيب بي ان اس البريفرال نيرفر سيستم، الجهاز العصبي التربوي. بعد ما تاخد حصه الاوتونوميك النهارده هتلاقي الكلام ده دمه خفيف خالص او احنا عشان نعمله. كل الرجاله اللي تحت ايد الاثنين بتوع البرين وسبانال كورد اسمهم جهاز عصبي التربوي. يعني فاكر الرسمه ايه اللي كنا دايما كل حصه نرسمها؟ ان لازم عشان مخ والحبل الشوكي يتخذوا اللازم ويسيطروا على الجسم لازم ريسبتور، والريسبتور تبقى عندهم اوامر في اعصاب. بعد كده هم يشوفوا ايه الصح ويبعتوا اعصاب حركيه تتصرف. الاعصاب الحركيه نوعين، يا طالعه من ده يا طالعه من ده. يعني يا طالعه من برين يا اما طالعه
من السبينال كورد لو طلع من البرين اسمهم كرينيال نيرفز الاعصاب المخيه. اسمهم ايه يا دكاتره؟ عددهم 12 زوج وعارف حفظ اسمهم في الاناتومي هيجوا في الفايل ان شاء الله. بتوع الحواس العصب الشم والسمع والبصر وكل الحاجات دي انا قلت بالتفصيل بس مش هقولها. اسمهم كرينيال نيرفز. الاعصاب طبعا من حد الشوكي اسمها سباينال نيرفز. سهله دي. عددهم كام؟ 31 بيرز. ما انت لو عديت 8 12 5 5 1 هتلاقيهم 31. المطلع واحد يمين واحد شمال يبقى 31 بيرز من الاعصاب الشوكيه. يبقى الاعصاب المخيه تسمى كرينيال نيرفز انما الاعصاب الشوكيه تسمى سباينال نيرفز. دول عددهم 12 بيرز دول عددهم 31. دي التقسيمه الاناتومي. التقسيمه الفسيولوجي هحسبها الفسيولوجي انتوا عارفينها انا عملتها كتير. لو رايح لحاجه اراديه هسميك عصب ارادي. لو رايح لحاجه لا اراديه هسميك عصب لا ارادي. حاجه اسمها سوماتيك واوتونوم. والاوتونوم طبعا هو كتابنا اللي جاي اللي هنقعد نعيش فيه اصلا الفتره الجايه يا اما سمباثيك يا اما حاجه اسمها بارا سمباثيك بس مش عايز ارجع لها تاني. بليشيا يعني ان شاء الله زي اللي بيجي لي كده شلل. باراليسيس. كلمة بليشيا معناها شلل. لو واحد قال لك انا عندي مونو بليشيا شلل في طرف من الاربعه ان شاء الله. طب داي بليشيا في اثنين. طب هيمي بليشيا شلل نصف في نص راس ايد مع رجل. طب كوادري بليشيا شلل رباعي الحمد والشكر لله. يورين يعني بالبي.
فاليورينري سيستم الجهاز البولي، بفلتر الدم كله من الجهاز البولي الكويس اللي انا محتاجه برجعه للجسم تاني بعيد فلترته، اما اللي مش عايزه بيترمى وينزل في البي خاصه بالزرع والايه وغيره وغيره. البدايه كانت مع الكليه، الكليه تسمى كدني، الكليه تسمى كدني، واي حاجه لها علاقه بالكدني اسمها نفرو اورينا، نفرو اورينا ده اناتومي وده كلينيك. يعني مثلا هقول لك كمان شويه، الغده الفوق كلويه سوبر رينال جلاند، الشريان الكلوي رينال ارتري، الوريد الكلوي رينال في. لكن هقول لك في التهاب في الكليه نفرايتس، في التهاب في الكليه يبقى اسمه يبقى جاي نفرو، يبقى له علاقه بالكدني نفرو او رينا اسمه نفرو. وحتى ما بيلعبش كده بالمناسبه، يعني هو مش هيلعب كده اساسا، يعني مش هيجي يجيب لك الاثنين عشان نشوفك انت عارف الفرق بينهم ولا لا. انا بقول لك ليك انت، بعد الكليه في الحالب اسمه يوريتر اللي بيشيل البيبي ويوصله المثانه، اسمه ايه؟ يوريتر. المثانه تسمى يورينري بلادر، وفي بلادرين في حياتك، واحد هنا واحد في كذا، ده اسمه يورينري بلادر، واللي بيتفقع جول بلادر. طبعا ده اللي شايل المراره، ده وصل الملاريه، وده شايل البيبي. له علاقه باليورينري بلادر اسمه سيستو او فيزايكو، اللي هتيجي في الامتحان سيستو. اسمها ايه يا شبابنا؟ سيستو او فيزايكو. يقول لك يعني ايه سيستوسكوب؟ يعني فيجواليزيشن، يعني هعمل منظره على مين؟ على اليورين بلادر او على الضغط. له علاقه باليورين بلادر اسمه سيستو او فيزايكو. طب له علاقه بالكول بلادر اسمه كولي سيستو. كولي يعني مرار. طبعا دي من اشهر الحاجات اللي هتقابلها في حياتك اصلا، مش التكنولوجيا. يقول لك عنده التهاب في المراره، يبقى اسمها ايه التهاب المراره؟ كولي سيستايتس. رايح يعمل عمليه استئصال مراره، كولي سيستكتومي. كولي يبقى خاصه بمين؟ كولي يبقى الجهاز الهضمي اكيد عشان هتاكل كول بلادر. انما اليوناني بلادر اسمه سيستو او فيزايكو، اللي هو رقم الكدني اسمه نيفرو اورينا. بعد كده مجرى البول اسمه يوريثرا. اسمه ايه يا شبابنا؟ زي ما هو. ما بوجعش دماغي للدوره ده، حط له قوه عادي زي ما هو. الموضوع سهل وبسيط. اما اللي هو رقم الكدني اسمه نيفرو اورينا. له علاقه باليوناني بلادر اسمه سيستو او فيزايكو. له علاقه بالحصوات بما ان في الجهاز البولي اسمه ليس. ليس يعني حفوه. ليس يعني ستونة، ليس يعني ستونة. يعني يقول لك عنده نيفرولايثيازس، دي حصوات في الكلى اسمها نيفرولايثيازس، ليس يعني حصوة. طيب المفروض اعمل بي قد ايه في اليوم؟ لتر ونص. طيب لو قلت عند حضرتك بولي يوريا يبقى اكتر من لتر ونص ما شاء الله. طب اوليجو يوريا اقل من 400 مللي. الرقم على حضرتك خلي بالك عشان يجيبه في الاسئله. الاوليجو يعني اقل من 400 مللي، طبعا مش انت اللي هتقيس احنا الاثنين. 400 مللي، طب ان يوريا اقل من 50. لا مفيش دي في 1000 مللي. مفيش دي كارثه اصلا. ان يوريا يعني اقل من 50 مللي. يبقى اوليجو معناها اقل من 400، انما ان يوريا معناها اقل من 50 مللي. طبعا عشان تدغدغ الحصوات في عمليه اسمها لايفوتريبسي. مهم احنا بقى نحكي الكلام ده بس يعني ايه افتكرتها في وقت المولد. بتتعمل لايفوتريبسي. بيدغدغ الحصوات بشوك ويفز. سمعت بالعربي عن حاجه اسمها موجات تصادميه، اللي هو من بره من غير ما يفتح. وانا حاجه من اثنين، يفتح احاول اشيل حصوه او ازقها، يا اما اللي قدام حضرتك ده بيستخدم شوك ويفز اللي هو من غير اصلا ما يخترق، بيبعت شوك ويفز تقعد تدغدغ في الحصوات. دي عمليه اسمها لايفو تريبسي، هيقول لك معناها كراشنج اوف ذا ستون باي شوك ويفز. خلاص اهم حاجه دي طبعا عارف انها حصوه. تريبسي معناها كراشنج، يدغدغها يعني بالموجات التصادميه. يقول لك عنده لايفو يورياسيس، يعني حصوات هتنزل في الجبين في اليورين اسمها لايف يوريز. طب لو علاقه بالكدني اسمه نيفرو اورينال، لو علاقه بالكدني بلدر اسمه سيستو او فيزايكو، لكن بتقول بلدر اسمها كولي سيستو. بص بقى يا سيدي، انا اللي في دماغي وبرضه تقولوا اللي انتوا عايزينه، انا هعمل في دماغي مفيش مشكله يعني زي كده. انا هسجل لكم الكتاب عشان حاجه واحده، عشان حاجه اساسيه، ان انت هتبص هتلاقي الكتاب ده انت مش عارف تقرا ايه. يعني انت مش عارف تقرا ايه. طبعا لو قعدت مثلا جنب كل مرض يعني مثلا لك انتي تصل الادويه المضاده للكحه انها الادويه التي مش عارف معها. مش ده الامتحان ومش ده المطلوب من حضرتك يعني. فانا هعملها لكم، بتحبوا اعملها لكم على فيديوهات منفصله كل مثلا جنب شابتر في فيديو مضبوط ولا على جروب مع بعض الخط ده. خلاص انا هعمل انا شايف. متحمسين قوي، العشق واكلهم قوي. احتمال انزل لكم يعني بس مش دلوقتي، ما لو
هتدخل الامتحان السبت مثلا هنزل لكم في النص كده مضمون ان انتم سمعتوا الفيديوهات وبدات تقروا بس قرايه خفيفه كده. طبعا تحس ان انا النهارده عندكم كارديو وتحس ان انا دايجستيف هيكون شرم تكنولوجي. يعني عارف انت لما هتقولوا مقاسمي هتلاقيهم شرم تكنولوجي. هيبقى باقي لك شابترين ثلاثه اقسام خالص. ماشي؟ هسجله لكم وانزله لكم ان شاء الله تباعا. مش هيبقوا كلهم وقتهم ما يجيبش حاجه. كلهم وقتهم ما يجيبش حاجه خالص. درسوا جوجل وانا بقرا في الفيديوهات هقول لك دي مهمه، دي مهمه قوي، خلي بالك من دي، دي هيجيب لك الطريقه عشان برضه انت بتقرا تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. مش مطلوب انت بتقرا تحفظ بس على الاقل ايه لما تشوف الاسئله هتعرف انت الدنيا مش معاك صح ولا لا. يعني لما تشوف بقى الاسئله الام سي كيو عارف انت مجرد القرايه والسماع كده عرفت تحل منها يبقى الدنيا تمام. ما عرفتش بقى انت محتاج تقرا ثانيه او تسمع مره كمان بس عشان تاكد على الكلام. او مثلا يا دكتوره تكلمني وانت بتقرا تبقى عارف ايه المفروض يتقرا صح بس مش عارف. زي ما قلت لكم مش ماده عميقه خالص بس هي اللي جت الاول قبل الالف، طب ما كنت استفيد منها في الالف. يعني انت لما هتقراها كويس قوي الالف ما هيجبرش. انت عارف اصلا الالف كله بعد الترم عباره عن ايه؟ اسامي الاعضاء واطوالها ومكانها وخلاص. كلام بربع يعني ما عادش يبقى لا عظم ولا وش ولا جع دماغ ولا امثله ولا كل النقص اللي احنا كنا بنقوله قبل كده. يعني اللي بعد الترم اسهل بكتير هو اطول بس اسهل بكتير قوي وامتع يعني. ان اصلا مثلا في قصه هتحط فيها بينها الميل في ميل ونقراها هناخد اربع خمس شباتر اربع خمس محاضرات في الساعه. مفيش حاجه تتقال يعني الموضوع بسيط خالص ان شاء الله. فاهم؟ معاكم بقى بريك شويه كده لغايه قبل الاناتومي. لو الامتحان اتحدد عرفوني، لو حابين ان احنا نعمل ال اسمعوني بس قبل ما افصل انا نفسي اشرح الترمينولوجي بالتفصيل اصلا بعيد عن المنهج. ده اثنين حاجه ده اكتر علم هتاخدوه بالمناسبه لغايه ما توصلوا خمسه دقائق. تخيل بقى يعني تقريبا كل التعاملات اللي انت بتعملها في البيت دي موجوده في الترمينولوجي. الادويه البسيطه اللي في البيت والتحاليل البسيطه اللي في البيت والاعراض البسيطه اللي في كل حاجه موجوده في المجلس اقولها بالتفصيل. فلو الامتحان اتاكل للسبت ولا حاجه ممكن مثلا يبقى يوم تدوني ساعه بس اشرح لكم الامراض بتاعت كل السيستم لان الشرح شرح الادب الخفيف كده للسيستم. نعم. ايه؟ اللي صعب؟ الفسيولوجي؟ بعد الالف بس حصه صغيره خالص. تمام بس هي حته صغيره خالص يعني. انت عارف انا مديها ليه اصلا؟ عشان الترمينولوجيا. عشان نحطها في الاول دي لها علاقه بالترمينولوجيا هتسهله قوي. مش فاكر؟ احنا كده كده بصوا يا جماعه عشان الصوره يعني. عشان تبقى مبين الدنيا عشان في ناس بعتت لي رساله الضحك اللي ببلاش ده ما بحبوش. احنا متاخرين. احنا متراكم علينا اسبوعين وده دخلنا في التالت. ده غير اللي كان مذاكر المذاكره كلاب ساعه قبل المتر ولسه في عمل وصلنا من 30 12. يعني 40 يوم ذاكر الجديد والقديم والمتراكم والعمل. عشان تبقى عارف الدنيا هتمشي ازاي. اسمعوني كده بعد اذنك. عشان تبقى عارف الدنيا هتمشي مش عايزين نعرف الدنيا هتمشي ازاي. كويس يا حاجة اللي بتحب تصيح. هو انا سمعت البايو سهل اصلا. طب بمناسبه الكلام اللي مش كان عامله صعب كده. لحظه بس معلش معلش عشان انا سؤالي محدد وانتوا جاوبتوا اجابات غلط. انا ما سالتش انتوا عملتوا ايه. كان قال لي حال نفسه عنده كان جايب حاجات غريبه حاجات مش في المنهج حاجات استكشفها قبل كده ولا انت اللي ما افتكرتش؟ طب معلش عشان نسمع الناس بس عشان هي تفرق عشان هي تفرق. يعني هو في المنهج بس انتوا اللي ما افتكرتوش ولا عمل كده. مادة مادة كده بس عشان ايه احنا عاطفيين بزيادة شوية. ما كلنا انا كده زي حضرتك بس انا بقيت بسيطر على نفسي لما كبرت بقيت ناضج يعني. فعايز انقل لك ده ما تحكمش على مذاكرتك بالامتحانات. الكلية تحديدا احنا مش سنة. في الكلية عادي ممكن دكتور مزاجه حلو انا مثلا لو حكيت احط لكم امتحان في اسئلة ممكن والله لو مشيتوا على السقف ما هتحلوش مع انها من المنهج.
انت عارف الاجابه لو انا فسرت لك، فالموضوع مش مقياس مذاكرتك، فبلاش تمشي عاطفيا ورا ده، وما بلاش تمشي عاطفيا ورا ان الماده اللي انا حليت فيها كويس تبقى سهله، واللي انا ما حليتش فيها كويس زي ما انا عايز يبقى صعبه وعايز ابذل مجهود اكبر والكلام ده كله. يعني انت لو جيت تقيس انت اكتر ماده بذلت فيها مجهود الاناتومي، انا شايف انك بذلت مجهود اكتر من بايو، يعني انا شفت كده بعيني، شفت الناس بذلت مجهود في الاناتومي، فما تجيش بناء على اثر الامتحان تقول لان اللي جاي في الاناتومي ما فيهوش حوارات، ما فيهوش حوارات، دايما كانت بتبقى الحوارات في موضوع العظم والكلام ده والقصص دي، لكن ما فيش حوار بعد كده غير ان العظم ذات نفسه انت هتاخده اوتوماتيك هتبقى حافظه صم حرفا حرفا في العمل. يعني اصلا اللي ما دخلش امتحان ميد ترم احسن منكم كلكم. يعني اللي اجل ميد ترم ده الله يبارك له هيمتحنوا مع الفاينل، هيكون كده كده مذاكر المنهج كله. انتوا اللي انبسطوا. المهم يعني طبعا انا بهزر. طبعا بهزر لان احنا كسبنا حاجه مهمه ان انا اخدت القصه بتاعتنا. الاناتومي هنمسك ماده ماده كده بسرعه بس، الاناتومي باقي فيه ان شاء الله ماشي المولى عز وجل. كارديو بلاد فيسلز دايجستيف وليمفاتيك يورينري ميل فيميل اندوكراين سبيشال سينس وسي ان اس وست شغلات الامبريولوجي ان شاء الله. ما هتكلم بقى طيب ما انت ما تقطعيش الله يكرمك. هتكلم الله يبارك فيك. هتكلم الله يبارك فيك. اصل بصوا اكتر حاجه بكرهها في حياتي كلها ان انا اكون بشتغل نفسي. مفيش حاجه اسمها ايه انا برضه ضميري، ده كلام كلام فارغ في المذاكره. يعني في ناس تقول لك لا عشان ما بقاش متاخر انا الاسبوع الخامس والسادس هقراهم دلوقتي. فاكر منهم حاجه اللي قريتهم ولا لا؟ انت فاكر اللي قريته اصلا؟ نفسك. انت حاسس انك نسيت دلوقتي. فده تضييع وقت على الفاضي مش كده. وضع الاناتومي ايه عشان تبقوا عارفين؟ بالنسبه للجزء اللي بعيدا عن الامبريولوجي كله على بعضه لو اتدلعنا هبقى في حسيت. بس طبعا انا هفرده براحتي عشان انا هشرح منه العملي في الملخص هنندلع على بعض. طبعا بما ان كمان في ترمينولوجي فاحنا تقريبا خدنا 60% منه. ده حقيقي وهتشوف بعيد. انت على ما تمتحن ترمينولوجي هتتفاجئ انك خدت 60% من الاناتومي اللي باقي اصلا. فدنيته سهله قوي. بعد ما هتاخده في النظر هو تيبيكال في العمل. عارفين العمل عباره عن ايه؟ مش انتوا خدتوا الاسبيراتور صح كده؟ العمل في الاسبيراتور عباره عن ايه؟ هيجيب لك شكل تراكيه طالع منها اثنين برونكاي يحط لك دبوس على برونكاي ويقول لك دي ايه؟ رايت برونكس. ادي العمل دي التراكيه. يجيب لك لانج مثلا يقول لك ده ايه؟ ده الرايت لانج وده الافر لوب، عرفت منين؟ عشان في ثلاثه. فالعملي هيثبت النظري والنظري هيثبت العملي كلهم هيخدموا على بعض الدنيا زي الفل. بالنسبه للامبريولوجي فمش هكذب عليكم الجزء اللي باقي سخيف جدا مش صعب. سخيف من ناحيه ان احنا هنقعد نحكي قصص. يعني هقعد اقول لك في اليوم الكذا حصل كذا والعضو الفلاني زاد والعضو الفلاني طلع من الحته الفلانيه فمفيش شرح احنا بنسرد القصه. فانا دايما كل سنه كنت بعمل حاجه بدل الامبريولوجي كله اللي باقي في حصه او ماكسيمم حصتين من ورق بخط ريد نقعد نحفظه سوا في حصه لان هو عباره عن سرد مفيش شرح من اي نوع. يعني ايه الشرح اللي انا اقول لك اقول لك في اليوم في الاسبوع السابع يا ابني هتطلع حاجه اسمها كذا. فين الشرح هنا؟ مفيش شرح اصلا. يعني الجزء اللي كان قبل كده كان فيه شرح شويه وكنا نقعد نقول بقى تصنيع مش عارف ايه والحاجة والسنه الكلام ده اللي بعد القسم دي عاملين نحكي ايفنتس بس. فانا مرتبها في ورق خط ريد وعاملها برضه الكمبيوتر اللي عايز بقى يذاكر اللي هو عايزه هنحفظهم سوا في حصه في الاخر خالص. حته او اثنين يعني زي ما كنا بنعملها يعني. فده قسم الاناتومي هايل خالص. اللي كان مسقط في قبل الميد ترم فيستنى لما ناخد العملي هيلاقي قبل الميد ترم بقى مش موجود من اساسه وانا هقوم عامله ثاني اصلا. بس هاجي اعيده بقى هتتفاجئ بايه؟ كل العظم انت المفروض انك هتحفظ اسامي العظم ويمين ولا شمال وكل حته على العظم. انت متخيل القصه؟ فبعد كده دي مثلا تذاكر بقى الدرس بتاع العظم بتاع الجلد الكلام ده هتلاقي نفسك بتضحك. الموضوع بقى عبيط خالص. فالاناتومي قصته عشان كده بتشتغل دماغي ان هم يزودوا اسبوعين ثلاث اسابيع 10 اسابيع وما اعرفش. قصه سهله وبسيطه يعني. شفت الجهاز اللي هو اللي انا لسه شارحه حالا ده؟ ده 60% من منهج الاناتومي بتاع اليوناني سيستم. باقي بس اقول لك ابعادهم ايه؟ موجودين فين بالظبط؟ بتاع كده كلام ايه؟ سهل خالص. بالنسبه للفسيولوجي، الفسيولوجي باقي فيه اوتونوميك وميتابوليزم. احنا خدنا النيرف والجلد. الميتابوليزم هو حصه انا ما بعرفش اديك قصتين، ما عرفتش اعملها قبل كده خالص، هو حصه كله على بعض. وهو النظري هو العمل بتاع الميتابوليزم فالدنيا سهله خالص. الاوتوميك ده بقى المتعه والجمال والطب كله. يعني انت عندك الترم الثاني الفارما 60% من كميه الفارما هي درس الاوتوميك بتاع الفسيولوجي. فده هندلع في ناخد ثلاث حصص اربعه زي ما احنا نحب نعمل يعني. اخر حصه فيهم هيبقى فيها اسئله اقل سؤال هيبقى 200 جنيه. اللي هيفكر بس هياخد فلوس. يعني اللي على حسب تفكيره وصله لفين؟ 20 50 100 هو ايه؟ كده كده هيتوزع فلوس هيتوزع والاسئله من جوه الحصه. مش من منهج بره لا من التفكير الفلسفي عشان اصلا الاوتونوميك فعلا اساس الطب كله الدنيا هتبقى لطيفه خالص. فالفسيولوجي انا مش شغال دماغي بيه اصلا ما كنتش حد فسيولوجي النهارده خالص انا مديه بس عشان اشرح الجزء اللي في الاول عشان الجزء بتاع النيرف سيستم بتاع الميولوجي.
هو مشروع في الفيزيولوجي احلى من اي حاجه، الدنيا تبقى لطيفه كده، فبتحسها تبقى نصايه كده تلت ساعه دمها خفيف كده ولطيف خالص. بالنسبه للهيستولوجي اعتقد وقفت عند السيتولوجي، لانكم ابيسيليان كونكتيف وسكين ونيرفس صح كده؟ طيب الابيسيليان ما هي كانت شوربه سامبل لا هو مش سامبل هو عبيط. هبقى انزل لكم الورق الناس كانت ملخصاها ايام ما كنت بوزع هيستولوجي ملموم في قد كده وهفهمكم الدنيا بتمشي فيه ازاي عشان انت بتذاكر او حتى لو بتاخد كورس تفهم، بس هعلمك الموضوع يتفهم بسرعه قوي ازاي، وكذلك السكين والنرفس. بس الاستولوجي بقى مشكلته ايه معاك؟ بص عشان تبقى الصوره واضحه يعني. نيفر انك تمشي في الاستولوجي اور نان عشان هتبقى نان. نيفر انك تمشي في الاستولوجي حتى 80 20 هتبقى نان. يعني ايه؟ يعني في الالات مثلا في دروس كانت من اول مره سهله، يعني مثلا السيستمز هتلاقيه بوجبها على بعضها من اول مره على طول، مش زي ايام العاد مثلا ممكن افوت حته واعيدها واقوم ازودها، لا هتلاقيه بقولها على طول. ليه؟ لان الموضوع هي الهيستولوجي موضوع ماكسيموم 60، ماكسيموم تبقى مجمع 60% من اول مذاكره ومن اول قرايه، ماكسيموم اكتر من كده هتلاقي كله بحر اترمى في الشارع، لان التفاصيل الكتير بتتوه لانها مش ممتعه. ثانيا مفيش حاجه اسمها هيستولوجي من غير رسم، لو كتاب ما فيهوش رسم ارسم رسمه تنصف الكلام المكتوب، انما عمال بتقول ده مش عارف ده فين ولافف ايه اهو فاكره ده، هتلاقي الدنيا بقت اسهل بكتير. واخيرا الهيستولوجي ما بيستفادش غير بتدريب الاسئله كتير، مش عشان الاجابات قد ما عشان ان مخك يعرف يلف جوه المنهج. فالهيستولوجي لازم يتعمل على كذا مرحله، مرحله واحده مستحيل، يمكن بعد الميد ترم اسهل، يعني بعد الميد ترم اسهل بكتير في التفاصيل بتاعته يعني اسهل بكتير قوي، بس في نفس الوقت حضرتك مش هتفتكر التفاصيل بالطريقه اللي انتوا بتعملوها. الهيستولوجي ان انا قاعد صفحه افتكرها مش هتحصل، ولا تاني مره ولا تالت مره ولا رابع مره ولا 10 مرات. لازم الهيستولوجي تبقى عامل حسابك ان انا هاخد اوتلاينز الاول احفظها كويس قوي، يعني مثلا السيتولوجي انا حافظ ايه؟ ان في سيل اورجانيلز وسيل انكلوجن وفي نيوكليس، والاورجانيلز كان في ممبرينس ونون ممبرينس زي فلان وفلان وفلان وفلان، عارف انت ده كده متجمع في دماغك، يبقى خش احشي وانت بتحشي عارف ان هيقع منك حاجات اللي تقدر تجيبه هات من تالت مره ومزود. كل ده مش هياخد وقت على فكره، يعني مش هياخد وقت اللي انت خدته في مره واحده. بعد ما تخلص ده كله تبقى عارف ان في حاجات مسقطه، مش بقرا اسئله اطيب، لان كده كده وانت بتقرا اسئله هتحس ان في حاجه كانك اول مره تقراها مع انك مذاكرها. الاسئله تثبتها يعني اعتبر الاسئله كانها معلومه. الاستولوجي هيتظبط كتير قوي. طبعا الحاجات الكتير اللي في الاستولوجي بتتجاب بافيهات. انت اصلا لو بتسمع حاجه او مثلا قلت افيه على حاجه بتفضل تفكرها لغايه ما تخلص كليه. فما تبقاش محترم في الاستولوجي. هحاول تعمله افيهات. هحاول اساعدكم في الموضوع ده قدر الامكان، مثلا ما تاخدش كورس ربنا البايو ما اعرفش، بس اللي اعتقد ان هو اكبر بعد الميد ترم شويه، بس الدنيا ان شاء الله هتكون ماشيين كويس في البايو ولا ايه؟ يعني انتوا مشكلتكم كانت هيستولوجي وانا دي. لا ولا مشكله ان شاء الله. لازم حتى لو جايب صفر في الميد ترم مش فارقه كتير. هنلحق الامتياز بالمرتاحين كمان ان شاء الله. اللي ضاع وفي اللي ضاع يعني. اللي ضاع ما فيش حاجه ثانيه. طيب. هسيبكم بيكم وبعدين نبدا انا يا جماعه.